اللي عندي بتقول انك محمد عوني عبد الستار موظف بالمعاشات. يا باشا بكفش على الوظيفة. وظيفة ايه؟ لا لا، انا شاعر. شاعر وعندي اسمي، يعني اسم الشهرة بتاعي عوني برنس. حضرتك بتعرفيش برضو؟ غريبة، انا بتاع الفن الشعبي. شكلك يعرف باشا. يعرفني باشا، انا باخد في الاغنية 3 و4 واحيانا بطلب 7، وفي اليومين دول كلام كده مع نانسي وليسا يعني وهيفا وبتاع، فان شاء الله هطلب 10، وكله مثبت في الاقرارات الضريبيه. وعندي عماره في امبابه، الدور الارضي عامل سوبر ماركت كده على قد يعني صغير، بيبيع جبن على زيتون على شويه حاجات مرمشات جيلي كولا، ونحاول بقى نرفع مستوى المنطقه. سيادتك ما تقول لي كده على اغنيه من اغانيك، ومين اللي غناها؟ حاضر حاضر يا باشا، اقول لك على انهي واحده كده. في واحده لا بلاش. انا اللي عامل الاغنيه بتاعت لما الهوا عدى عليا، بتاعت مطربه حسيس. ما اعرفهاش. بس يا باشا اللي هي بتقول لما الهوا عدى عليا، هوا يا هوا يا هوا. ازاي يا باشا ما تعرفهاش؟ ولا عمري سمعتها. ده مغرقه الفضائيات والارضيات وموجوده على النت. اجيبها لك سيدي. يا حاضر. ما كنتش اعرف ان الفن الهابط بقى غالي بالشكل ده. بقى هنعمل ايه يا باشا؟ بس يعني اذا كان لما الهوا مش عاجباك، انا عندي حاجات تانية محترمة، بس بتاكلش عيش. حاجات سمبوزيوم شوية. ايه رأيك تسمعنا حاجة من السمبوزيوم ده؟ أزرق. هو ايه ده الأزرق؟ خط النيل يا باشا، لأن خط النيل أزرق، والقلم في الفصل أزرق، وأما قال مقلوب وحطفح ركبوه البوكس الأزرق، ولبسوه في السجن أزرق، وختموا ختم النسر الأزرق. البنات القطر فاتهم بخ تحت عينيهم ازرق، واللي ضايعه تستخبى تحت ليله هلس ازرق، والجميله كي لا تحسد كان لابد من الفصل الازرق. الولد لفلف ودخن، والولد لفلف ودخن، فخ كان دخانه ازرق مص دمه، ودار همه في بنطلونه الجنس الازرق، ونقال حرام يرموه في مكان ما يعرفوش الجن الأزرق. يبقى إيه؟ يبقى ليه بقى الأحمر والأبيض لما هي لونها أزرق؟ كفاية كفاية. هي كده خلصت يا باشا. الرئيس بتاعك هو اللي شافك وأنت بتاخد الفلوس، وهو اللي بلغ عنك. أوعى تقول لي حقد وكلام من النوع ده. لا 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 يا فندم، مش هقول كده خالص. لا لا، هو غير لي يا فندم. الكارثة كلها في مديري ده يا فندم، ولو في عدل فعلا يبقى هو المتهم مش انا. هسألك في النقطة دي، بس الأول عندي سؤال مهم. اتفضل يا فندم، تحت أمرك، نيابتك ومكانك ومطرحك اسأل يا فندم. اتفضل. رئيسك بيقول إنه شافك وأنت بتاخد مبلغ الرشوة 195 جنيه و60 قرش. كذاب، راجل كذاب، وأنا أثبت لحضرتك إنه كذاب، بس يا ريت بقى إيه، اكتب بقى الحتة اللي جاية دي. أولاً الفلوس كانت في ظرف، إزاي بقى هو عرف عددهم وهم جوه الظهر؟ انت كده اعترفت على نفسك يا حضره الشاعر. استنى 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 يا ابني، الله يسعدك ما تكتبش يا فندم. طب ما انا كمان ما كنتش اعرف الفلوس اللي جوه الظرف كام. انت بس طب اديني فرصه اشرح لك الحكايه من الاول. اتفضل اشرح. ربنا يكرمك. بص يا فندم، هي البنت دي حالتها تصعب على الكافر والله. لو قعدت جنب حيطه، الحيطه هتبكي عليها. وبعدين انا زي ما قلت لحضرتك ان انا افهم في النفس البشريه كويس، عشان انا شاعر يعني. قدرت كده برغم انها محتاجه، إلا إن عندها عزة نفس عالية قوي قوي. قلت أساعدها أعمل أي حاجة يعني. رحت دابب إيدي في جيبه وفتح درج المكتب. لا يا باشا، أنا فتحت درج المكتب الأول، طلعت ظرف أبيض، وبعدين ضربت إيدي في جيبي، خدت كل الفلوس اللي فيه حطيتها في قلب الظرف في الخباثة كده، ورحت بدهم لها وقلت لها بيفتحي في البيت. خدت الظرف وراحت خارجة، وراحت فتحها في الطرقة جنب المكتب. لسه يا دوب انا هطلب شاي بحليب، لقيت دي داخله من الباب متجننه ومتشعوذه، وراحت راميه الظرف في وشها، قالت لي خد الفلوس اهي، خلص لي ورق واجراتي، انا عايز امشي دلوقتي حالا. مين بقى كان واقف؟ مين؟ البيه المدير بتاعي. وفجاه داخل زي المجنون، وراح ماسك في ايدي، والحق مرتشي الحق مرتشي الحق مرتشي. وبكده يا باشا يبقى لقى الحاجه اللي ممكن تخلصه مني. ويخلص منك ليه؟ عشان انا الوحيد اللي مش مرتشي يا فندم. والمرتشين اصلهم ما يحبوش واحد شريف يبقى وسطيهم، يعني زي لما مؤاخذه يعني العميان ما يحبوش حد مفتح ياكل معاهم. طيب سؤال تحت امر سعادتك. ب
بتقول انك حطيت كل الفلوس اللي كانت معاك جوه الظرف. حصل يا فندم. كان في معاك فلوس تانية؟ لا، انا حطيت كل الفلوس معايا في الظرف. امال كنت هتروح ازاي؟ عادي يا فندم، يعني زي كل يوم بتاكسي. تاكسي وانت مفيش معاك فلوس؟ ده سؤال انا ما كنتش عامل حسابه يا فندم. صحيح، او ما كنتش عامل حساب ان انا هروح. اروح ازاي وانا معيش فلوس وكمان بتاكسي؟ يا فندم، هو التاكسي ده لا مؤاخذه هيوديني في داهيه، ده هيوديني تحت البيت، وتحت البيت في سوبر ماركت بتاعي، في ناس شغالين تبعي بقبضهم. خد يد يا زتونه حاسب التاكس، 1000 زتونه تحاسب التاكس. ده اسمه كلام النبي عسل. لكن البنت قالت ان الفلوس رشوه وانك طلبتها منها. ما هي دي بقى الفزوره اللي دماغي مش عارفه تحلها. ربنا يقدر سعادتك وتحلها انت. علي، هجيب لك شاي؟ كتر خيرك يا بيك. عاوز اطمنك ان مساله المعاش بتاعت المرحوم والدك هتخلص خلال 48 ساعه. ربنا يعمل فيه الخير. انت بتشتغلي ايه يا علي؟ طالبه في الجامعه يا بيك. كويس قوي. دي حاجه محتاجه منك تفكير عشان تقوليها؟ لا يا بيك، انا اصلي بشتغل مرتين في الاسبوع عند واحده ست كبيره في السن، ما كنتش عارفه يعني بالظبط المفروض اقول لحضرتك اني طالبه ولا خدامه. على العموم هو سؤال روتيني ملوش لازمه، بس في حاجه عاوزك تعرفيها. لو كان في شخص منحرف وما عندوش ضمير طلب منك رشوه عشان يخلص لك اجراء المعاش بتاع والدك وانت دفعتيها، فالعداله موجوده وهياخد عقاب. ساكته ليه يا انسه؟ علي مش انسه برضو؟ انسه يا بيه. يا باشا انا اللي زي ما ينفعش تتجوز. انا اكبر اخواتي، واخواتي كلهم في مدارس، وام الله يعينها بقى بتغسل كليه، ولو بعدت عن اخواتي ساعتين يا يموتوا يا ينتحروا. عارفه ان الراجل اللي طلب منك رشوه ده صاحب املاك وعنده سوبر ماركت، وغير كده مؤلف اغاني، ورغم كل ده طلب انه ياخد منك رشوه وانت محتاجه اي قرش. انا لو مكانه كنت ساعدتك. ساعدت البيه؟ ايوه. الاستاذ محمد عوني راجل محترم. وهم المحترمين بياخدوا رشوه؟ وانا ايش عرفني اذا كانوا بياخدوا ولا ما بياخدوش؟ بس هو راجل طيب. ممكن، ممكن يبقى راجل طيب، وراجل طيب قوي كمان. في ناس طيبين كتير قوي بياخدوا رشوه، وانت قايله في التحقيق بتاع البوليس انه طلب رشوه وانه خدها عشان اطلع براءة. ازاي يعني؟ مش فاهم. قالوا لي ان الرشي والمرتشي بيدخلوا السجن، لكن لو اللي دفع الرشوه اعترف على اللي خد الرشوه هياخد براءة. وانا مش حامل سجن يا بيه. انا عملت ايه بس عشان اخش السجن بسببه؟ بس استاذ محمد راجل طيب. اسمعي بقى، انت ممكن تتسجني بجد بس في حاله واحده. عاوزه تعرفيها؟ اعرفها يا بيه. انك تكذبي وما تقوليش الحقيقه. الصراحه كنت صعبانه عليه، وكان بيعمل كل جهده عشان يخلص لي الورق بتاعي. كويس قوي. وكان بيعمل كل جهده عشان يخلص الورق بتاعك مقابل ايه يا انسه عليه؟ مش مقابل حاجة يا فندم. الأستاذ محمد اداني ظرف مقفول وقال لي افتحيه لما تروحي. فتحته وأنا هناك لقيت فيه 195 جنيه و60 قرش. صعبت عليا نفسي، قلت هي مش الشحاتة ابتدت ولا إيه؟ وأنا لو مديت إيدي مرة همد إيدي على طول. يا بيه أنا طالبة جامعية وبشتغل عند ناس طيبين وقادرة أمشي حالي، بس ما أقبلش لا صدقة ولا إحسان من حد. ومعاش أبويا حق العيال حتى لو كان قرش ساخ. لما رجعت الفلوس لمحمد حصل ايه؟ انا ما كنتش في وعي ساعتها، كان حوالي ناس كتير قوي، فيهم واحد كان واقف بيتكلم وبيشخط فيه. اول ما لقاني رجعت له الفلوس قعد يزعق ويهلل، وكل اللي حواليه عملوا زفه وقعدوا يقولوا مرتشي مرتشي. ولما الحكايه كده يا انسه ليه ما قلتيش الحقيقه؟ قعده اخواتي الاربعه قلت يا بيه، لكن منهم لله بقى جروني على اوضه وقفلوا عليا. والراجل اللي كان بيشخط في استاذ محمد ده قال لي لو اعترفت ان الفلوس دي كانت رشوه مفيش اي حاجه هتطولك وورقك هيخلص. وعملت كده؟ غصب عني يا بيه، الخوف واخواتي والفضيحه والورق اللي انا عايزاه يخلص خلوني افتري على الراجل الطيب اللي ما عملليش اي حاجه في الدنيا ده.
بابا معارف ابو ظبي واكيد امي معاه، وماجد بقى في امريكا وشكله كده مش ناوي يرجع. ما كانش قدامي حل تاني، عشان اعيش في مصر كان لازم اقعد مع جدي. طب وليه ما سافرتيش مع باباكي ومامتك؟ يا حبيبي انا ما اقدرش اسيب البلد دي اكتر من اسبوعين. قلتي ايه؟ عجبتك كلمه حبيبي مش كده؟ لو سمحت. تحت امرك يا فندم. انا كنت قاعده على الترابيزه اللي هناك دي ولسه ما حسبتش، ممكن تجيب لي الحساب على هنا؟ اوكي ميرسي. وهات لي كمان الحساب بتاعي لو سمحت. اوكي فندم. ايه زهقت مني ولا ايه؟ انا عمري في حياتي ما زهق منك، وانت عارفه انت غاليه عندي قد ايه، والظروف زي ما بتفرق هي برضو اللي بتكمل. قولي لي بقى الاقيك ازاي؟ قول لي انت الاقيك ازاي؟ مبدئيا يعني التليفونات. تطلبني ولا اطلبك؟ اطلبك انا. كام الرقم؟ قول انت. طلباتك يا باشا. عايز شاي، ولو في شاي اخضر يبقى احسن. بص الشاي عندنا نوعين، بني غامق وبني فاتح، بس في نعناع. اخد نعناع، بلاش بني غامق ولا فاتح. عينيا. اهلا اهلا بيك مع زمايلك العاطلين. ما تقوم تنضم لهم وتعمل لنفسك شله وصحبه. حضرتك بتكلمني؟ الله، هو انت مش عاطل برضو يا ابني؟ اصل ما تاخذنيش، القهاوي والكافتريات دلوقتي بيشتغلوا 24 ساعه، وكلهم زي ما انت شايف كده من الشباب. لا وايه، بسم الله ما شاء الله، اللي هندسه واللي تجاره واللي حقوق واللي علوم واللي اداب، وفيهم برضه دبلومات. الحقيقه انا اتفاجئت، اصل انا كنت بعدي على القهوه لغايه كام سنه فاتوا، بس الزباين كانوا نوع تاني خالص. تعدي على القهوه؟ انا باين علي عارفك ومش عارفك. انت من المنطقه من هنا؟ اه طبعا، انا من نفس الشارع كمان. الله، يبقى انا عجزت بقى. ايوه بس استنى استنى استنى، انت اشرف، اشرف ابن سعاده المستشار هلال. مظبوط. الله يرحم والدك، ده كان راجل له هيبه والشارع كان له قيمه عشان هو ساكن فيه. انا بقى عمك صبري محروس اللي كنت شغال في وزاره الصحه، انما انت ايه اللي مقعدك على القهوه؟ انا اديت ميعاد هنا، وبصراحه كده كان نفسي اقعد على القهوه شويه. اوعى تكون عاطل يا ابني. لا الحمد لله انا بشتغل. ايوه كده فرحني. وشغال ايه بقى؟ في النيابه. من شابه اباه فما ظلم. انما ما قلتليش انت معادك مع مين؟ استاذ عبد الحميد يونس. الاستاذ عبد الحميد يونس، ابسط يا عم، او بعت لك ابنه الدكتور تيمور. وبعدين قهوه ايه اللي اتقعد عليها الاستاذ عبد الحميد وانت غريب؟ مش مساله غريب بس يعني هو تغيير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا دكتور، اهلا بيك. اهلا وسهلا. الدكتور تيمور ابن الاستاذ عبد الحميد يا استاذ اشرف. وانا هتوه عن تيمور عم صبري؟ امال الوالد فين يا تيمور؟ بابا غير رايه وماما عملت مشكله. صح رضاك يعني تبقى ضيف عندنا وتقعد على القهوه؟ احنا مش قد المقام ولا ايه؟ والله لسه الكلام ده بقوله له، قلت له ان الاستاذ عبد الحميد هيتصرف كده بالظبط. طيب ماشي، مع الف سلامه. طبعا اذنك استاذ. مع سلامه. لا ايه بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ حاسب بس على حاجه. عيب، انا زي والدك. عيب. شكرا. اتفضل. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. السلام عليكم. مع الف سلامه. ما كنتش اعرف انك دخلت كليه الطب يا تيمور. لا زي غيرها يا استاذ اشرف. الطب مهنة إنسانية. كل المهن إنسانية، دكتور، مهندس، أستاذ جامعة، في الآخر كلهم موظفين، إلا بقى إذا كنت فهلاوي أو محظوظ أو متميز. حضرتك فاكر إن الدراسة في الجامعات المصرية كلها الأيام دي قادرة تطلع حد متميز؟ التميز بقى مجهود فردي. وهتكون مش حابب دراستك في كلية الطب؟ لا إزاي، حاببها جدا ومتفوق فيها كمان على فكرة. طب حضرتك اتفضل، أنا هتكل على الله عشان عندي ميعاد كده مع زملاء ليا في درس. استنى بس يا دكتور تيمور، ده أنا عايز منك خدمة صغيرة. هستأذنك تطلع للأستاذ عبد الحميد وتقول له إني هستناه في شقتنا عشان عاوز أوريه حاجة تهمني. بعد كده إن شاء الله هطلع معايا نشرب الشاي وأبو المرة أسلم على ست الوالدة. خلاص نشوف. يا ابني مش كنا قعدنا عندي في البيت؟ لا أنت غريب علينا ولا بيتنا غريب عليك. ده أنت ياما لعبت فيه وذاكرت فيه، ولا نسيت يا أشرف بيه؟ لا طبعا يا أستاذ عبد الحميد، بس الكلام اللي أنا عاوز أقوله ما ينفعش يتقال غير هنا في الشقة دي. بصراحة أنا كنت جاي النهاردة عشان أتفق مع حضرتك على تسليم الشقة. لكن ايه يا ابني؟ كمل. لقيت انه ما ينفعش يا استاذ عبد الحميد. خلاص يبقى ما ينفعش، وده حقك يا ابني، والحق ما يزعلش. كنت فاكر المساله سهله لغايه ما دخلت الشقه، حسيت ان جزء منها مش مجرد واحد عايش جوه شقه، لكن شقه عايشه جوه واحد. استاذ عبد الحميد،
أنا اتولدت هنا، كل يوم في عمري لغاية نص دراستي في الجامعة كان هنا في البيت ده. بيني وبين كل حاجة هنا في البيت عشرة وذكرى حلوة. من أول الفرش، كراسي، ترابيزات، والدواليب، حتى الحيطان بيني وبينها ألفة. أما المكتبة دي فبشوف فيها صورة المرحوم والدي كأنه لسه عايش معايا بالظبط. صدقني لو قلت لك إن إحساسي مختلف وأنا موجود هنا أستاذ عبد الحميد. مسألة صعبة عليا جدا وما أقدرش أعملها. يا أستاذ أشرف، أنا كل اللي عملته إني عرضت على الست الوالدة عرض، مجرد عرض. وعرضك عرض عادل جدا. وأنت كل اللي بتقوله عدل، والحق حقك يا ابني والقانون معاك. بس أنا محتاجها لأسباب عاطفية، أسباب رومانسية يعني. إنما خالد ابنك اللي هو صاحبي محتاجها لأسباب ضرورية ومصيرية. هو خالد فين؟ كنت عايز أتكلم معاه شوية. خالد دلوقتي بيشتغل في الغردقة وبينزل مصر كل أسبوعين تقريبا. يعني هيكون موجود إمتى إن شاء الله؟ والله المفروض بإذن الله يوصل مصر في طيارة الأربع بالليل، ويرجع تاني الغردقة في طيارة السبت الصبح. تمام قوي. يبقى أنا وخالد هنقعد مع بعض يوم الخميس إن شاء الله، وإن شاء الله هنوصل لتفاهم. ممكن يا أشرف يا ابني أعرف إيه اللي بيدور في دماغك بالظبط؟ اللي بيدور في دماغي يخص خالد لوحده، وأنا وهو أصحاب. سيبنا بقى نتفاهم مع بعض، وبإذن الله مش هيحصل إلا كل خير. ماشي على جنب بس. اتفضل يا استاذ. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. اهلا خالد. اهلا اهلا. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. وحشاني قوي يا ماما. ايه ده؟ انت مش معودنا تيجي في الميعاد ده. مفاجأة. انا اللي استعجلته يا مينا عشان موضوع الشقة. عايزين نعرف اشرف عايز ايه عشان نخلص. الحمد لله على السلامة يا خلود. عامل ايه يا حبيبي؟ تمام الحمد لله. تعالى تعالى. الواد تيمور فين؟ عارفة لسه. لغاية دلوقتي يا ماما الساعة 11. ما هو بقاله مدة بيذاكر مع أصحابه. اقعد يا خالد وحشني يا واد. وأنت والله يا بابا. بقول لك إيه؟ قوم أنت غير هدومك على ما أحضر لك العشاء، وبعدين تقعد مع أبوك يحكي لك خلاصة كلامه مع أشرف بيه. لا، خلاصة الكلام أهم من أي حاجة دلوقتي. إيه يا بابا؟ ناوي على إيه؟ والله يا ابني انا ما قدرتش اخد معاه لا حق ولا باطل، ولا حتى قدرت اعرف هو ناوي على ايه بالظبط. كل اللي عرفته انه مصمم انه يتكلم معاك انت في الموضوع ده، لكن هو ناوي على ايه الله اعلم. طب هي في حاجه لو انا كلمته دلوقتي وحددت معاه ميعاد الساعه 11 بالليل يا ابني؟ ماما هو في حد دلوقتي بينام الساعه 11 بالليل؟ ايوه في بينام الساعه 11 بالليل، عندهم اشغال الصبح. اشغال ايه اللي هيفضلوا؟ خلود ايه المفاجاه دي؟ تيمو حبيبي. الحمد لله على السلامة. ولا انت شكلك بتلعب بديلك من ورايا صح؟ شقاوة دي. لا لا ولا شقاوة ولا حاجة، انا كنت بلعب شوية رياضة في النادي كده. رياضة ايه؟ انت مضروب يا ماما. انا بلعب ملاكمة. ملاكمة؟ مال الدكاترة بالملاكمة؟ هو ده اصلا جسمي يلعب ملاكمة؟ طب انا اخش استحمى واغير واجيلكم حالا. ماشي يا تايسون. ها ايه رأيكم؟ اكلم اشرف هلال دلوقتي ولا استنى لبكرة؟ والله يا ابني جرب. رن عليه بس رنه مش طويله قوي، لو رد كان بيها، ما ردش يبقى بكره. انا بصراحه كنت مكسوف من والدك. مش مكسوف يعني بالظبط، بس تقدر تقول كده ان انا ضعيف قدامه شويه. وبصراحه كنت حاسس انه هيرفض العرض بتاعي بخصوص موضوع الشقه. اشرب. احنا نعتبر عيله واحده. والاستاذ عبد الحميد في مقام والدي بالظبط. خالد انا عاوز اسالك سؤال. اتفضل. انت عاوز تبدا حياتك الزوجيه في الشقه دي تحديدا؟ استاذ اشرف خلاص زمن الاختيارات انتهى. احنا دلوقتي في زمن القبول بالمتاح، وحتى شقه حضرتك دي تعتبر بالنسبه لي غير متاحه. بس انا ليا وجهه نظر تانية. في ناس بتحب تسكن جنب اهاليها. انا مش منهم. وفي اباء وامهات بيحبوا يعني ان اولادهم يسكنوا جنبهم. ما اعتقدش يعني ان ده تفكير لابويا ولا امي. يعني انا شخصيا بفكر اعيش في الغردقه على طول، تبقى بلدي يعني. اغلب المصريين دلوقتي زي ما انت عارف ليهم بلدين، بلد بيشتغل فيها وبلد عايش فيها هو واهله وعيلته. طب وايه اللي مانعك ما تعيش في الغردقه وتخليها بلدك؟ هي مشكله هنا هي نفس مشكله هناك بالظبط يا استاذ اشرف. من حيث ايه بقى؟ في المسكن، البيت يعني. ثلاث ارباع فيلات وشقق الغردقه مقفوله، صحابها ما بيروحوهاش غير ايام الاجازات. المفروض لما تيجي تبني اي مجتمع جديد اول حاجه تحطها في اعتبارك الناس اللي هيعمروه، الناس اللي هيعيشوا فيه ويدفنوا فيه.
لازم حياتهم تبقى ميسرة. عندك مثلا بلد زي القاهرة أكتر من 20 مليون بني آدم، يعني مدينة حامل في مدينة تانية، وتلاقي سينا فاضية أو الواد الجديد مش لاقي اللي يسكنه. لو عاوز تعيش في الغردقة أنا أقدر أسهل لك الأحوال. إيدي على كتفك. بص يا خالد، أنا عاوزك تستوعب كلامي كويس جدا بروح العدل والمنطق وبدون أي حساسية. قول يا أشرف. أنا قررت أشتري الشقة. مش فاهم. الشقة إيجار وأنتوا الملاك، وأنا عاوز أحتفظ بيها لأسباب عاطفية، وأنت محتاجها لضرورة إنسانية. وأنا لازم أتنازل عن الشقة فورا. وطبعا لو كنت أنت مصر عليها أنا كنت اتنازلت على طول. لكن طالما إنك عاوز تبدأ حياة جديدة في بلد تانية فأنا بشتريها. وبتمنها تقدر تشتري شقة تانية في الغردقة أو في القاهرة في أسوان زي ما أنت عايز. هو ده العدل يا خالد. توعي اللي أنت بتقوله؟ أه طبعا. إحنا في 2006 و2007 خلاص على الأبواب، يعني داخلين على ألفية جديدة. القرارات السريعة ما تنفعش في الزمن ده. ماله الزمن؟ البشر هم اللي بيشكلوا الزمن يا خالد. وأنا مش هقدر أشكل الزمن على مزاجي، لكن أقدر أشكل حياتي وطريقي في الحياة. ودي الوسيلة الوحيدة اللي أقدر أعملها عشان أبقى متوازن مع نفسي وراضي وقانع. ها قلت إيه؟ قلت الله يرحم والدك. لو كان ما عملش حاجة في حياته غير إنه رباك التربية دي فده كفاية عليه. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، ولله الحمد. وكالات الانباء العالميه، واخترت رواد الفضائيه العربيه، واخترت الصحف المصريه المعارضه. يا عميد يا عميد، احنا طلبه مش عبيد. يا عميد يا عميد، احنا طلبه مش عبيد. صامدون صامدون، صامدون صامدون، عايدون عايدون، عايدون عايدون. يا ظلام يا ظلام، عين الرب نعمتنا. يا ظلام يا ظلام، عين الرب نعمتنا. اعتصام مفتوح، يعتصموا براحتهم، يناموا يقعدوا يقفوا الا الشغب، ومحدش يحتك بيهم خالص لحد ما يزهقوا او البرد يفرقهم. تابعوهم من بعيد لبعيد وربنا يستر. يا عبيد يا عبيد، احنا طلبه مش عبيد. يا عبيد يا عبيد، يا حريه فينك فينك، امن الدوله بيننا وبينك. يا حريه فينك فينك، امن الدوله بيننا وبينك. صباح الخير يا سياده الاول. يا فندم، اعتصام طلبة المدينة الجامعية تمهيد لحاجة تانية. دول حوالي 3000 طالب، يعني لو اتحركوا هتبقى فوضى. حاضر يا فندم، تعليمات سيادتك هتتنفذ على أحسن. واحد اثنين، رئيس الجامعة فين؟ 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 لغاية هنا وكفاية. بتهيالي هما دلوقتي متأكدين وعلى يقين إننا قادرين نوصل لهم في الوقت اللي إحنا عايزينه. الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد. صامدون صامدون، صامدون صامدون، صامدون صامدون، صامدون صامدون. الله غايتنا، الله غايتنا، الله غايتنا، الله
الدنيا مقلوبه. ما تتقلب يا سيدي، وهي من امتى كانت معدوله؟ المهم انهم عرفوا وشافوا، واللي شافوه ده هيكون له مردود. الهجوم علينا شديد. ولا يهمك، احنا في مصر بلد الكلام، اي حاجه بتحصل مهما كانت خطورتها بتبقى زي حريقه في كوم قش، نار عاليه وفي الاخر شويه تراب. تحب اقرا لحضرتك بعض الاراء؟ اراء مين اللي عاوز تقراها؟ يقولوا اللي يقولوه. خلي بتوع الحزب الوطني يهاتوا زي ما هم عاوزين، محدش هيصدقهم ولا يثق فيهم. فاضل مين تاني؟ ما عندكش حد. أزمة وهتعدي بإذن المولى عز وجل. ده في مفكرين ومثقفين شايفين إن اللي حصل ده في تهديد صريح لمفاهيم الدولة المدنية. دول شوية علمانيين رأيهم بيوصل لخمسة ستة، لكن الأخطر من كده يا عزيزي زي ما قريت الكلام اللي بيقول إن ده استمرار لمنهج العنف الإخواني، وإن الولاد اللي عملوا العرض دول كتيبة في التنظيم الخاص. ده الموضوع اللي لازم نخلي بالنا منه، لكن غير كده كله هيخلص على مفيش. صدقني مولانا، والحكومة عادي، جرايد الحكومة وإعلامها ورجالتها الطبالين والزمارين هيعملوا الزفة بتاعتهم، وفي الآخر زي ما بيقولوا آخرة الزمر طيط. وأمن الدولة برضو عادي، هيمسكوا كم ولد من ولادنا، ولادنا مش هيزهقوا، لكن بتوع أمن الدولة هم اللي هيزهقوا. بهجت، أنا هقول لك تخاف إمتى؟ تخاف لما الناس ينفضوا من حواليك، غير كده فأمره سهل. يعني نلتزم الصمت يا مولانا؟ صمت إيه؟ أعوذ بالله، إحنا لازم ندافع عن نفسنا، لازم ندفع الأذى عن أنفسنا. المرشد العام قال عن اللي حصل يا فندم إنه لعب عيال، وطلبة الإخوان طلعوا بيان اعتذار. اعتذار؟ اعتذار عن إيه بالظبط؟ عن اللي عملوه يا فندم. واللي عملوه ده قانوني ومشروع ولا غير قانوني وغير مشروع؟ غير قانوني وغير مشروع يا فندم. تبقى خلصت الحكاية، تحرياتكم جاهزة ودقيقة ومؤكدة. تمام يا فندم. يبقى إذن النيابة بالقبض على كل من شارك في هذا الفعل. من إمتى الإخوان بيعتذروا؟ هما شافوا الرأي العام غاضب ومستنكر على طول، رفرفوا زي الحمام الأبيض. أنا عايز الصقور الجوارح اللي كانوا عاملين فزع ورعب في الجامعة. إذن النيابة وتشوفوا شغلكم. دي التعليمات اللي عندي، ودلوقتي بقت التعليمات اللي عندكم. البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت.
معقول يا استاذ عبد الحميد؟ حضرتك استريح واجيب لحضرتك العيش اللي انت عايزه. كتر الف خيرك يا ابني، متشكرين قوي. ده انا بسلي نفسي، وبعدين بيني وبينك بضيع شويه وقت كده عشان لما ارجع البيت الاقي اهله صحيوا من النوم. ده غير ان انا بحب ريحه العيش المخبوز قوي. عارف احسن حاجه يا ابني ان الواحد يدخل بيته وهو شايل عيش زيك كده اللي تشوفه يا استاذ. الله يبارك لك يا ابني، سلمني على الوالد. عبد الحميد، صباح الخير يا حاجه. تيمور يا عبد الحميد. ماله تيمور يا ام خالد؟ النهارده طلع ولسه ما رجعش. ايه لسه ما رجعش؟ استر الله تستر. ما تخافيش على ابنك يا حاجه، حد عارف ظروفه ايه؟ وبعدين ما هو معاه محمود، الطبيعي المحمود بتاعه بسرعه مستنيه ايه؟ نسي تليفونه على المكتب. يبقى اكيد نام عند زميله اللي بيذاكر معاه. من غير ما يكلمنا ولا يطمنا، كان اتكلم من تليفون زميله. تليفون زميله ايه؟ انت مش عارفه ابنك يا حاجه، كل زمايله طلبه من الارياف، غلابه يا دوب عايشين بالقدره. اتفق لي خير يا حاجه، ان شاء الله خير، والله خير ان شاء الله. ولو انه برضه غلطان. مهما كانت الاسباب هو برضه غلطان. اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكني اسالك اللطف فيه. شفت؟ اديك قلقان اكتر مني. اعمل حاجه يا عبد الحميد. اعمل ايه بس يا حاجه؟ العمل عمل ربنا. لسه النهار بيطلع وان شاء الله يطلع علينا بكل خير. اهدي بس يا حاجه. بصي، البني ادم في الحالات اللي زي دي لازم يتسلع بالصبر والحكمه. اصحى يا خالد. سايق عليك النبي يا حاجه تهدي، مش كده؟ اصحى يا خالد. ليكون عمل حادثه. يا ساتر يا رب، احنا هنقدر البلاء قبل وقوعه. استهدي بالله وماله، بلاش تكهرب اليوم من اوله. استغفر الله العظيم، ولا حول ولا قوه الا بالله. فضل شاهين عثمان سبع، طالب بكليه اصول الدين. ازيك يا فضل؟ لست بخير. لا تبقى بخير ان شاء الله. لا اظن. أخي خليك متفائل. ومن أين يأتي التفاؤل وأنتم لنا بالمرصاد؟ مرصاد إيه بس يا أخ فضل؟ ده أنت أول مرة تشرف عندنا. طب بذمتك في عمرك اللي فات كله حد مسك بسوق؟ لأني لم أفعل شيئاً. شفت بقى؟ أديك لما فعلت شيء شرفت عندنا. وماذا فعلت؟ أنت مش كنت أحد المشتركين في العرض العسكري داخل إطار الجامعة؟ مع ممارسة الرياضة جريمة؟ بقولك إيه؟ ما تصلي على سيدنا النبي كده وتسيبك من اللغة العربية دي وتتكلم معايا عادي. تتكلم معايا زي ما بتتكلم مع بقية خلق الله كده. اعتبرها دردشة يا أخ فضل. الله أعلم الدردشة دي هتخلص على إيه؟ أو كده. كده كويس. تشرب شاي؟ آه. في وقته. أنا سؤالي واضح. اتعلمت الكاراتيه فين؟ فوق السطوح. اصل احنا السطح بتاعنا واسع شويه فانا بتدرب فيه. مين اللي كان بيدربك؟ اسمه ايه يعني المدرب بتاعك؟ لا انا كنت بعتمد على نفسي. تعتمد على نفسك ازاي يعني؟ ما الكتب. انت قلت في بدايه كلامك انك فخور بانتمائك لجماعه الاخوان المسلمين. طبعا فخور. اظن المسلم اي مسلم لما يكذب يبقى ارتكب ذنب، صح ولا غلط؟ المسلم عضو الجماعة لما يكذب يبقى وضعه ايه؟ انت مش بتكلم راجل اهبل عشان يصدق انك اتعلمت الكاراتيه فوق السطوح من كتاب قريته. بلاش تخاف مني، خاف من ربنا. جرى يا اخ فضل؟ سطوح يا راجل يا طيب؟ ده انتوا حتى بيتكم في بلدكم ما فيهوش سطوح اصلا. انت مشترك في نادي؟ مشترك في نادي؟ نادي ايه يا محترم؟ ده احنا عايشين بالعافية. بلاش نادي، ساحة شعبية؟ ولا حتى ساحة شعبية. الله، امال يعني يا اخويا المهارة دي كلها جت ازاي؟ ده انا وانا اسمي ضابط شرطة وواخد تدريب عالي جدا ما عنديش ربع المهارة بتاعتك دي. انا قصدي شفتك في الشريط مع العرض عندنا. اوعى تقولي بقى انك اتعلمت الكاراتيه بالمراسلة. الناس دي مين دربها؟ وتدربوا فين؟ وليه اصلا جماعه الاخوان المسلمين يكون عندها ميليشيات عسكريه؟ نشاطها هيكون موجه ضد مين؟ دي الحاجات اللي لازم نعرفها كجهاز جمع معلومات. اما التحقيق فليه ناسه.
النيابة تقوم بدورها. يعني نحولهم للنيابة يا فندم؟ قبل انتهاء مدة الحجز القانوني. انتوا عارفين ان الآلة الإعلامية بتاعت جماعة الإخوان ناشطة جدا. بقى عندهم صفحات في الجرايد وبرامج في قنوات تلفزيونية. وأحب أبشركم بقى ليهم كوادر في الحزب الوطني كمان. نفس العنوان والكليه والاسم. تيمور ابن الاستاذ عبد الحميد. مكتب تيمور عبد الحميد سعادتك. اتفضل انت. اقعد يا تيمور. كانت مفاجأة بالنسبة لي انك تكون ضمن المتهمين الأساسيين في أحداث الجامعة. لا مفاجأة ولا حاجة. تيمور، احنا بتربطنا ببعض علاقة أسرية قوية. عشان كده مش أنا اللي حاقق معاك. مفهوم. أنا طلبت التنحي والطلب بتاعي تمت الموافقة عليه. طب طالما الحكاية كده أنا هنا ليه؟ أنت هنا لأن في شخصية مهمة جدا، شخصية ليها مكانة كبيرة عندي، مكانة تعادل مكانة والدي الله يرحمه، وطلب إنه يشوفك. والدي مش كده؟ العيلة كلها في حالة صعبة. أنا شخصية مندهش. أنت إيه اللي مشيك في الطريق ده؟ طريق إيه يا أشرف بيه؟ هو أنا مشيت في طريق الضلال؟ في طريق الكفر؟ أنا مع جماعة إسلامية. أنت ضد الإسلام؟ الدولة ضد الإسلام؟ أنا بقولها هو أنا في قلب النيابة، اللي ضد الإسلام أنا ضده ويحصل اللي يحصل. عندي سؤال بسيط يا تيمور. حماسك للإسلام ده شيء طيب، ومفيش بني آدم في الدنيا يقدر يلومك عليه. وأنت عايش في بلد الأغلبية فيها مسلمين. شايف حد فيها ضد الإسلام؟ إيه رأيك في السيد والدك مثلاً؟ أفتكر إنه يعرف الإسلام أكتر منك. ليه أخفيت عنه إنك عضو في جماعة محظورة وفاقدة للشرعية؟ المعاملة معاك كان شكلها إيه؟ لو في اي تجاوز بالنسبه لك او بالنسبه لحد من زمايلك قول لي. ربنا مدينا القدره على الصبر والجلد. استاذ عبد الحميد يونس يا فندم. خليه اتفضل. ليه كده يا ابني؟ عملنا فيك ايه عشان تعمل فينا كده؟ بعد اذنك يا استاذ عبد الحميد، انا هخرج بره عشان اسيبكم تتكلموا مع بعض لوحدكم. استاذ عبد الحميد، تحب اجيب لك شاي او قهوه او اي حاجه تشربها؟ لا كتر خيرك يا ابني. طمنا يا تيمور، انت بخير يا ابني؟ الحمد لله. احنا بقى مش بخير. والسبب حضرتك. ليه كده يا ابني؟ ليه كده؟ انا ما عملتش حاجه غلط. انا مسلم والجماعه بتعمل على نصره الاسلام. والبيت اللي انت تربيت فيه مش برضو بيعمل على نصره الاسلام؟ ولا الاسلام ما يبقاش اسلام الا اذا كان المسلم واحد من الاخوان وعضو في الجماعه. الاسلام اللي انا اعرفه يا ابني هو اللي خلاني اصرف عليك من حلال. والبيت كله عمره ما قصر في عبادة ولا غش في معاملة ولا أساء لجار. أنا ما عملتش حاجة غلط. كده تبقى مش لاقي حاجة تقولها. الدين مش عبادة وبس، الدين جهاد، وجهاد ضد الظلم، وإحنا عايشين في ظلم. لو عاوز نتكلم عن الظلم يبقى نبتدي بحضرتك. أنت باللي عملته ده ظلمت أهلك، ظلمت أمك وأبوك وأخواتك. وإذا كان واجبي بما إن الله سبحانه وتعالى جعلني سبب في وجودك إني أربيك تربية كريمة، فواجبك إنك تبعدنا عن المشاكل وتبعد نفسك عنها. قول بقى إن حضرتك خايف من المشاكل. الحكومة ملهاش حاجة عندك ولا أنت عاوز منهم حاجة، حضرتك على المعاش. بص يا ابني، أنا بخاف من المشاكل صحيح، وطول عمري بتحاشاها،
لكن الحكومة بره الموضوع. المشكلة فيك انت، في دماغك دي. دماغك دي ايه اللي حصل فيها؟ مخك ده جراله ايه؟ وامتى وليه وازاي؟ يا بابا انت مكبر الموضوع كده ليه؟ اللي حصل ده عادي جدا بالنسبة لنا. بالنسبة لكو؟ انتوا مين؟ مصيبة لكون الجماعة دي شايفة ناسها غير كل الناس. الدين مش عبادة وبس، ولا مجرد معاملات شرعية. الدين ان يكون لك موقف من اللي بيجرى حواليك. دين الولاء والطاعة يلزمه مجتمع غير المجتمع اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. حضرتك عاجبك اللي بيحصل في البلد الايام دي؟ راضي عن الظلم والقهر والفساد والاستبداد؟ ظلم وقهر وفساد؟ ايوه. لا مش راضي، ومفيش حد في الدنيا دي كلها ممكن يرضى عن الحاجات دي ابدا. لا مسلم ولا مسيحي ولا يهودي ولا حتى بوذي. انما الظلم يا ابني لما بيصيب بيصيب الكل مش الاخوان وبس. قول لي يا تيمور، هي جماعه دي عايزه توصل لايه بالظبط؟ ما اعرفش. طبعا ما تعرفش، انا واثق انك ما تعرفش ولا هتعرف. يعني انت املك خاف ابنك اللي ابنه في السجن يخيب امله ولا لا؟ ابنك في السجن مش لانه ارتكب جريمه، ابنك تحت التحفظ في قضيه راي. لا هو من اهل الفساد والنفاق، ولا هو من اللصوص اللي بيسرقوا كده. عين عينك، ابنك ليه الشرف انه يكون مسجون على انه اخوان؟ ده مسجون في سبيل الله والوطن. الله والوطن الاثنين مع بعض؟ ده ناقص فضلتك تقول لي انه لو مات هيبقى مات شهيد. وهيكون كده فعلا. اسمع اسمع يا استاذ عبد الحميد، انت جايين من الخارج وانت مشبع باراء وافكار خصومنا، لكن عاوز اقولك ان كلها افتراء. نحن لا نكره احد على فعل اي شيء، وابنك هيكون في رعايتنا لغايه ما يفرج عنه. انا مش عاوز رعايتكم. زي ما تحب. وديك شفت، احنا ناس عاديين وبسطاء محظورين لكن اللي يستحق الحظر الذين ينشرون الفساد في الارض ويضيقون على الناس في سعيهم وأرزاقهم. وديك شايف إحنا لا دولة ولا حاجة. ربنا يهديك ويهدينا، وبابنا مفتوح لك دايما. مفيش حد غريب، كمل النوم انت. طيب حاضر حاضر. اهلا وسهلا، خير ان شاء الله. احنا اسفين على الازعاج، بس احنا عارفين انك بتكون صاحي في وقت زي ده عشان بتحضر نفسك لصلاة الفجر. فعلا علشان أحضر نفسي لصلاة الفجر، لكن مش علشان أستقبل ضيوف غير مرغوب فيهم. بس الضرورة ليها أحكام. البيت فيه حريم. كل البيوت فيها حريم، وكل الحريم لها كل الاحترام. دول بناتنا وأخواتنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. هو شر لابد منه، وبلاء مؤكد. بس إحنا معانا إذن نيابة. ومن غير إذن، هو البلاء محتاج إذن. ممكن ندخل بعد إذنك يا محترم؟ وأنا أقدر أمنعك؟ اتكل على الله، بس يا ريت أعرف النية إيه علشان أقدر أسهل المأمورية بتاعتكم. فضل. الفلوس دي كلها حق بهجت. فضل من الله ونعمة، الحمد لله. فلوس؟ انت ناسي ان رجل اعمال يا باشا.
في حد يشيل في بيته مبالغ كبيرة بالشكل ده؟ البلد أمان يا باشا والبركة فيكم، وهتبقى موجودة تحت اليد وقت الحاجة. يا ريت بقى تبقى تقول لنا في التحقيق إن شاء الله، إيه هي الحاجة اللي تخلي عندك بنك صغير بالشكل ده؟ يا باشا ده مش بنك ولا حاجة، دي ما تبقاش فلوس بالنسبة لأصحاب الفلوس، دول شوية لب، وبعدين دي فلوس حلال، دي لو فلوس حرام سرقها حرامي من حرامية الحكومة كان زمانه دفنها في عشة الفراخ، ولا كان زمانه هربها بره من زمان. وحضرتك أدرى مني، بس في النهاية الكل بيتمسك يا حاج بهجت. لا يا باشا، الغربار اللي خرومه ضيقة ما بيعديش الزلط. شنطة هدومك يا بابا. بارك الله فيك يا بنتي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. استغفر الله العظيم، ولا حول ولا قوة. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. آمين. وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. آمين. وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. آمين. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم. آمين. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. آمين. اللهم إنا ظلمنا في بلدنا وفي أهلنا وفي أموالنا وفي ديننا، فعليك بمن ظلمنا وأهلك أعداءك أعداء الدين. آمين. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فخذه أخذ عزيز مقتدر. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت هذا الجلال والإكرام. حرما يا إخوان جمعا إن شاء الله. إيه والله جماعة أمن الدولة دول دايما يجمعونا مع بعض ويدونا أجازة نريح دماغنا فيها من هموم الدنيا ونتفرغ للعبادة والدعاء. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا شادي. إيه الأخبار؟ كله تمام يا فندم. وضيوفنا؟ زي العادة، صلوا وبعد الصلاة فضلوا يدعوا علينا. ربنا يجازي كل واحد حسب أفعاله. فطروا؟ طبعا يا فندم، سعادتك عارف إن الخدمة عندنا خمس نجوم. مشكلتك يا شادي إنك بتحب المبالغة، الخدمة عندنا أربع نجوم بس. صراحة سعادتك متواضع جدا. يعني نقدر نشتغل؟ أوامرك يا فندم. وزعوا الشغل بينكم، وعاوز محاضر وافية. بهجة السواح ماله يا فندم؟ مين غيري هيستجوبه؟ ده احنا معرفة قديمة. ايه رأيك في القهوة بتاعتنا يا استاذ بهجة؟ بن هايل، صنفه ممتاز. عارف احنا شارينه منين؟ من عندكم. ما احنا برضو من زباينكم. لأن البضاعة عندنا أفضل وأرخص. ورأي حضرتك في حسن المعاملة؟ ده حق لينا ولكل إنسان، مش هبة من عندكم. وإحنا نحب ندي الناس حقوقها، بس بشرط يا أستاذ بهجت. اتفضل قول. إحنا غير. مش فاهم. إحنا اتغيرنا، اتعلمنا من أخطاء اللي سبقونا ومش ممكن تتكرر تاني. الحمد لله، رغم إنك في المنصب الكبير ده لكن بتعترف بأخطاء اللي سبقوك. يا ريت حضرتك ما تكررش أخطاء اللي سبقوك وتعترف بالحقيقة. إحنا مش عايزين غير الحقيقة. المشكلة يا باشا إنكم ما بتصدقوش أي حاجة إحنا بنقولها. لأننا بنبقى عارفين الحقيقة ومتأكدين منها وعندنا دليل عليها. عشان كده الغلط بتاع زمان سواء كان ضرب أو تعذيب ده مش هيحصل. وإحنا مش هنزهق منكم أبداً. أنتوا ضيوف علينا. ما هو ده تعذيب بس بطريقة تانية. أنا تهمتي إيه؟ أقول لحضرتك طبعاً ده أبسط حقوقك. حضرتك وزير المالية. ده شيء مستحيل. أنا لا يمكن أنتحل شخصية حد غيري حتى لو كان وزير، خاصة وزير المالية، لأني مسلم وهو قبطي. أنا أحب الناس الحلوة اللي زيك.
وانت لو انتحلت شخصية ايه اللي هيجيبك هنا؟ في الحالة دي اخواننا بتوع البحث الجنائي اولى بيك يا راجل يا طيب. انت هنا لانك وزير مالية جماعة الاخوان المحظورة، وانت المسؤول عن تمويل انشطة الجماعة. والله انتوا بتكبرونا على الفاضي، وزير مالية مرة واحدة وتمويل نشاط الجماعة الهدام. لا الهدام دي من عندك انت، انا ما قلتش كده عشان كنت عايز اسمعها منك. انا بردد الكلام الشائع في الاعلام الرسمي يا باشا، انا مجرد صاحب سوبر ماركت وربنا بيرزقني وبيرزق ناس كتير حواليا. معلوماتي ان الاسلام لا يسمح بالكذب. وانا ما بكذبش. لا بتكذب. هقول لك ازاي وليه. انا قدام حضرتك اهو ومسلم امري الى الله. بتكذب عشان اللي سبقوك في جماعه الاخوان اباحوا الكذب للضروره للخلاص من مشكله او ازمه. دي نمره واحد. نمره اتنين، انا مش جايب الكلام ده من عندي، ده من عندكم. المستندات دي لقيناها في الشقه بتاعت مدينه نصر 8 شارع السنجاري، وانت عارف مين اللي ساكن فيها. انا ما اعرفش حاجه لا عن الشقه ولا عن اللي ساكن فيها. يا راجل ده انتوا مصليين عندنا سوا وداعيين علينا سوا. تقصد مين حضرتك؟ لا اقصد ولا ما اقصدش، انتوا تشربوا القهوه عندي سوا. فيها ايه المستندات اللي مع سيادتك دي؟ شوف يا سيدي، بهجت عبد الحميد السواح مسؤول توفير الدعم المادي لافراد الجماعه وايضا تمويل تنظيم الجامعات، ده حضرتك. وهديه مني هديك اسمه والمهمه بتاعته كمان، ايمن فريد الدسوقي المشرف على قطاع الحركه التنظيميه بمختلف الجامعات المصريه. ده منصب كبير قوي زي منصب حضرتك بالظبط. احنا نصلي الجمعه ونكمل. هو ليه يوم الجمعه مش اجازه عندكم؟ لا هو اجازه، ما حضرتك شغال اهو. اصله مش عاوزينكم تحسوا بالملل، احنا محتاجين نستريح. استريح يا استاذ باجل وفكر، وبكره ان شاء الله هيكون معايا مفاجاه جديده. انت يا ست، انت مين وعايزه مين؟ يه جرالك ايه يا شحاته؟ انت مش عارفني يا منايل على عينك؟ انا اعرفك ازاي وانت عامله زي النسوان خطفت العيال كده؟ انا خطفت عيال يا واطي؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا عدو الله. انا عايزه شغاله يا بهيم. وعامله بنفسك كده ليه؟ هي اللي انت مش بهيمه. وانت مالك انت؟ يلا يلا روح شوف شغلك. سبحان مغير الاحوال، الوليه كانت امبارح زي بقيه خلق الله. ايه اللي جرالك يا وليه؟ التزمت. امال سايبه لسانك ليه على حاله؟ قبل ما تغطي نفسك غطي لسانك الاول. صباح الفل. صباح النور. ايه ده، في حاجه ولا ايه؟ لا مفيش. ايوه بس مش عوايدك. فين الضحكه اللي بتفتح نفس الواحد على الاكل؟ حلوه قوي الكرافته دي. يبقى اكيد زعلانه من حاجه. الشغاله عملت حاجه غلط، كسرت حاجه. عايده بقى تخلص اللي في ايدها يا اخي. يا ماما مفيش ملح ولا فلفل، عايزه اجيبهم من جوه. لا انا اللي هجيبهم. ماما عشان خاطري خليكي قاعده مكانك، مش عايزه تتعبي نفسك في حاجه. بناقص الملح والفلفل يا ستي. عايده ملح وفلفل من عندك حالا يا استاذ. شفتي موضوع بسيط خالص. انا شفت. شوف انت بقى. دي عايده. دي عايده اللي انت عاملاه في نفسك ده عايده. امر الله يا استاذ. ايوه ربنا امر بايه بالظبط؟ اصل ربنا ما عندوش اوامر لناس وناس لا، اوامر ربنا بتبقى على الناس كلها. زي ما حضرتك شايف لبست النقاب. انت كنت امبارح من غير نقاب. اراده ربنا، ولما ربنا بيريد ارادته بتنفذ. اراده ربنا في كل شيء يا عايده، بس هتشتغل ازاي باللبس ده؟ لا ما هو حضرتك لما يعني ان شاء الله تروح الشغل انا هخلعه. يعني انت لابسه النقاب مخصوص علشاني؟ ما هو ما يصحش برضه يا استاذ، اي راجل غريب يشوفني. اربع سنين وانا بشوفك وبتشوفيني، بامانه ربنا شفت مني حاجه جرحت شعورك؟ اعوذ بالله، حضرتك راجل محترم. عايده مش عاوزه تكذبي عليا، انت اللي اخترت اللبس ده ولا حد فرضه عليكي؟ الايمان دخل قلبي. ايمان؟ من الايمان ومن اللي انت لابساه ده؟ شوفي يا استاذه عايده، انا ما عنديش وقت عشان اضيعه معاكي في كلام، ده غير اني ماليش ولايه عليكي اصلا، لكن ليا ولايه على بيتي هنا.
اذا ما خلعتيش البتاع اللي انت لابساه ده فاخرك في البيت عندنا النهارده. اللي تشوفه حضرتك يا استاذ. القرار قرارك. الرحمه كويسه. هو اللي تعقوى من رب يتقطع عيشه؟ ده انا تتقطع رقبتي قبل ما اقطع عيش بني ادم عشان التزم بتاعه ربنا. بس مين قال ان اللي انت فيه دلوقتي من اوامر ربنا العباده؟ ها قلت ايه يا بيه؟ انا دخلت ومش ناوي اخرج. يبقى تاخدي لي هدومك. وانت يا ام اديها حسابها وزياده شويه. روحي يا عاد اعملي البيع اللي لك عليه. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ دي سهله. واحده من افريقيا ولا من اسيا. انما المصيبه الكبيره ازاي بيخربوا عقول الناس البسيطه دي وفي وقت قياسي؟ اللي بيكرهوا البلد دي عندهم مخطط ونفسهم طويل، عايزين يرجعونا 100 سنه لورا. عارف انا اتكلمت معاها وقلت لها ان النقاب مش فريضه اسلاميه. عارف قالت لي ايه؟ حتى لو مش فريضه اهو فضيله. وهي المتخلفه دي تعرف تفرق بين فضيله وفريضه؟ لا طبعا، هي بتردد اي كلام تحط في دماغها وبس. وبعدين مهما كانت الفضيله حلوه وعظيمه تلغي الفريضه؟ ما تسالنيش انا السؤال ده يا اشرف، اساله للعلماء والمشايخ اللي بقوا سايبين الدين سبوبه لاي حد. السلام عليكم. وعليكم السلام. الاقامه عندنا مريحه يا استاذ باهت؟ الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. لسه بتدعوا علينا برضو بعد كل صلاة يا أستاذ باجت؟ احنا بندعي قبل وبعد، بس بندعي بالهداية للجميع وربنا يهدي الجميع. ايوة ربنا يهدي الجميع. أستاذ باجت عاوزك تكذبني. أعوذ بالله، وكذب سعادتك ليه بس؟ يعني لما أقول إن سلسلة محلات ملابس المحجبات والمنتشرة في المولات وأهم الشوارع التجارية اللي اسمها القدوة الحسنة دي كلها نشاط تجاري للجماعة، أبقى صادق ولا كذاب؟ هي ملك المستثمرين مسلمين، منهم اللي عضو في الجماعة ومنهم المحب للجماعة ومنهم اللي محب للحشمة بوجه عام. تفتكر سعادتك ناس قلوبهم بيضة بالشكل ده هيستثمروا أموالهم فين؟ أيوة بس الأموال دي بتصب فين في النهاية؟ أظن يعني من حق كل فرد أن يوزع الزكاة بتاعته بالطريقة اللي تعجبه. محلات الأكل والشرب دي كتير أوي، تحب أعدلك؟ يا سيد العزيز، هو حرام المسلمين يكون لهم تجارة ببلدهم؟ لا 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 يا عم بهجت، وحد ربك، اللعب ليه أصول وقواعد. التجارة والزراعة والصناعة حق لكل مواطن مصري، بشرط ما يكونش ممول لأي نشاط يهدد أمن الوطن. غير كده الناس تتملك، تتاجر، تزرع، تعمل مصانع. عشان كده سؤالي المحدد ليك، ما مصدر الأموال التي أنفقتها على تمويل أنشطة الجماعة؟ وتفضل راجع بنفسك، تفضل اقرأ، دي حاجة من حاجات. ولسه ياما في الجراب يا حاوي. تحب نتكلم عن تجارة الأراضي؟ تحب تشوف نشاط محلات الأساس؟ ولسه عندنا أنشطة أخرى كتير قوي، بس على كبير والمسؤول عنها أكبر منك بكتير، مركزه مهم قوي في الجماعة. ربنا يسهل ويخلينا نقابلكم ببعض. انتوا ليه عايزين الاسلام ضعيف وفقير؟ ياك تكون فاكر ان الجماعه بتاعتكم دي هي الاسلام. نفسي تتكلم عن الناس في مصر كلها والاغلبيه للمسلمين. الزكاه اللي انت بتتكلم عنها من شويه دي انتوا بتوزعوها على اعضاء الجماعه بتاعتكم وبس. بقيه فقراء المسلمين في مصر كلها انتوا ما بتعرفوش عنهم اي حاجه. زينا زي الحكومه بتاعتك. تفتكر حكومتك تعرف حاجه عن الفقراء اللي في البلد؟ بس الحكومه عندها ميزه، مش مربيه دقنها ولا ماسكه سبحه عشان تخدع بيهم الناس. ولازم تعرف اني مسلم زيك، وافضل ان انا اعيش تحت مظله حكم مدني حتى ولو كان فاسد. على الاقل الفساد ممكن اصلاحه، لكن الخلاص من الفاشيه تمنه محدش يقدر عليه عندنا. احمد عبد العال سيد مرسل بنهام. السن 21 سنه. المهنه طالب جامعه الازهر كليه التجاره. العنوان الثابت ولا المتحرك؟ يعني ايه الثابت ولا المتحرك؟ يعني طلبة القريف اللي زي حالتنا مالهمش عنوان ثابت في القاهرة. احنا بنكون خمسة ستة في شقة، يا بنطرد منها يا احنا نسيبها عشان غالية علينا كده يعني. بقى العنوان الموجود في البطاقة كفر رزة سعادة الباشا، كل ده ملوش لازمة. أنا هنا غلط وكتاب اللي أنا هنا غلط. إخواني إيه وبتاعي؟ أنا مستعد أصرح معاك بالموضوع من أوله لآخره، أحب كده بس بلاش سين وجيم. مفيش سين وجيم، بطل كتابة.
يلا صرحني يا احمد. اول هام انا ماليش دعوه بالعرض العسكري ولا كنت فيه، والدليل انا. اه والله انا راضي ذمتك وضميرك يا باشا. البني ادم اللي واقف قدام حضرتك ده ينفع يعمل عرض عسكري؟ ده انا عندي انيميا مزمنه وعمر ما لعبت رياضه، حتى رفع الذراعين الى اعلى اللي هي اسهل حاجه في الرياضه ما عملتهاش لا في ابتدائي ولا اعدادي ولا ثانوي. او ما اجي اعمل عرض عسكري في الجامعه؟ طب ازاي يا باشا؟ ده انا هفتان وكتاب الله، ده انا بمشي اتكعبل. ممكن تقعد يا استاذ احمد. محدش قال انك كنت مشترك في العرض العسكري، حتى مباحث امن الدوله قالت انك ما كنتش مشترك في العرض العسكري. الحمد لله والشكر لله. طب يتقبض عليا ليه؟ قول لي سعادتك. لازم عملت حاجه تانية. اي حاجه تخالف القانون انا لا يمكن اعملها يا باشا. انا كنت بشجع. كنت بتشجع مين بقى؟ الاخوان طبعا. انا قلت لحضرتك اني هكون صريح مع سيادتك. وانا مبسوط من صراحتك. طلب الفلاحين الغلابه امثالي، وامثالي دول كتير قوي. اول ما بيطبوا مصر القاهره يعني، على طول بنحس بالظلم، بنحس ان البلد دي مش لينا، احنا مش قدها، نلف وندور فيها عشان نلاقي مطرح يتوينا ما نلاقيش، كل الابواب مقفوله في وشنا، والكلمه الطيبه ممنوعه، والفلوس اللي معانا ورق الجرايد اغلى منها، اللي كنا فاكرينه يكفي شهر يطلع انه ما يكفيش يوم. بس ادي الحكايه. وبعدين تعمل ايه بقى لما يبقى حالك بالشكل ده؟ بعدين تلاقي حد بيساعدك لوجه الله. يا بيه انا مش من الاخوان، بس الاخوان ساعدوني، جابوا لي سكن واعانات شهريه ومساعدات في الدراسه، كتب ومذكرات مجانيه او بثمن زايد. كان لازم ارفع شعار الاسلام هو الحل، ارفع اليافطه والزق الشعار على كل حيطه. الله غايتنا، والرسول زعيمنا، والقران دستورنا، والجهاد سبيلنا، والموت في سبيل الله اسمى منينا. اهتف وزعق بالشعار في كل مكان، بمناسبه ومن غير مناسبه. ولو عايز اعمل اغنيه وليها لحن هحاول. عاوز تقول الاول بس يا باشا، كل اللي انا قلته ده فيه اي تهمه؟ بشجع الاخوان، انا حر. ما في ناس بتشجع نادي الزمالك والحكومه سايباهم في حالهم. افهم من كلامك انك غير منتمي لجماعه الاخوان؟ لا غير منتمي. وبعدين عاوز اقول لحضرتك حاجه، جماعه الاخوان دي مش زي الاحزاب. الواحد لما بيروح ينضم للاحزاب بيقابلوا بالاحضان وبوس على الخد اليمين وبوس على الخد الشمال، انما الاخوان حاجه تانية، هما اللي بيختاروا. وبعد ايه بقى؟ ده الفرز بتاعهم يا باشا لا مؤاخذه اشد من الفرز بتاع كليه الشرطه. يعني انت كنت بترد الجميل؟ يا بيه المثل بيقول اللي ياكل عيش الكافر يحارب بسيف، بس بقى دول مش كفر، دول ناس مسلمين بجد. نفهم من كده انك غير مؤمن بفكر الجماعه؟ اللي مش مؤمن النهارده بيؤمن بكره، اللي ما كانش عن قناعه بيكون بالممارسه. طيب يا احمد، افرض الحزب الوطني او حزب الوفد او حزب الامه قدم لك مساعده مشابهه لمساعده الاخوان، كان ممكن ترفع شعراته؟ ما هي دي بقى المصيبه الكبيره اللي حطت علينا يا بيه. احنا مواطنين عايشين في دوله، الدوله هي اللي مسؤوله عن الناس اللي فيها، هي بقى اللي المفروض تحل مشاكلنا وتحقق العدل ما بيننا. الدوله لو سابت شعبها للاحزاب يقدم له اعانات، بكره بقى تسيبوا رجال الاعمال والاعيان وجايزه تجار المخدرات. اذا كان ده تفكيرك، ليه الاخوان يقبلوا بيك؟ عشان انا موهوب، انا مؤلف هتافات وشعارات. عارف سيادتك امن الدوله قبضت عليا ليه؟ انا بلا فخر مؤلف هتاف احنا مين احنا مين احنا المسلمين، امن الدوله يا مسكين المسلمين المسلمين بالملايين. مين كان بيكلفك باي حاجه تعملها؟ كلنا طلبه في بعض، دايما كده كان واحد يقترح واحنا نتحمس، لكن امر مباشر مفيش. يعني مفيش زعيم رئيس؟ دي حاجات بيعرفها الناس اللي جوه الجماعه، انا كنت لسه واقف على الباب لكن ما دخلتش. نفتح المحضر بقى؟ لازم يعني؟ انت زي ما دخلت المحضر لازم تخرج في المحضر. يلا يا سيدي. ما هو قولك فيما هو منسوب اليك من انك عضو في جماعه الاخوان المسلمين؟ ياسين والقران الحكيم، انك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما انذر اباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون، انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أنا مستعد أسمع منك سورة ياسين كلها تاني، خاصة أن صوتك جميل ما شاء الله. لكن عندنا تحية. وأنا جاهز. نبدأ بمشيئة الله. الاسم؟ علاء حمدي الفوال، كلية أصول الدين جامعة الأزهر. العنوان؟ العقدة الشرقية. اسمها إيه؟ العقدة. عارف حضرتك عقدة الحبل؟ مفهوم مفهوم. ما هي علاقتك بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة؟ علاقة وطيدة جدا. الأسرة كلها إخوان. اللي أبوه إخوان وجده إخوان. هيطلع إيه يعني؟ برضو إخوان. في حاجة يا باشا؟ توريث يعني؟ لا مش بالمعنى السائد، إنما تقدر تقول حضرتك انتماء حقيقي. ما هو قولك فيما هو منسوب إليك؟ شوف سعادتك، أنا ما عنديش حاجة أقولها، وأي حاجة منسوبة إلي أنا ما أعرفش عنها حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. مش الجواز اسهل؟ صباح الخير يا ماما. صباح النور يا حبيبي. بتعمل ايه يا ابني؟ الجواز اسهل. رايحه فين؟ عشان خاطري مش عايزه تتعبي نفسك، انا عامل كل حاجه. لا 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 لا، انا مش تعبانه، اوعي اعمل قدامي، ده شغل ستات. لا ورجاله كمان. انت مش منهم. عارف ليه؟ عشان انت عمرك ما عشت لوحدك، كنت قلت يمكن يعرف. انت بتخش المطبخ صدفه، عشان كده بقول لك الجواز اسهل. والله يا ماما انت ست طيبه. بنات اليومين دول الشاطره فيهم يا دوب تعرف تقلي بيضه. وماله؟ اللي ما تعرفش تتعلم. يا ماما الدنيا اتغيرت. لا الرجاله بيتجوزوا عشان الستات تشتغل في البيت، ولا البنات عاوزين يتجوزوا عشان يشتغلوا في البيت. خسرت ايامنا. والله كانت الواحده فينا بتعمل كل حاجه بايدها. الست مننا كانت اميره وشغاله في بيتها في نفس الوقت. مشكله الشغاله دي طبت علينا في وقت غير مناسب. هنعمل ايه بقى؟ اذا كان في ناس مهمتها انها تصعب الحياه وتعقدها من غير لازمه. بدري يوسف فضالي. السن 22 سنة. المهنة طالب بطب الأزهر. العنوان 27000 شارع الرهوان حدائق القطب. أنت مكشر كده ليه؟ بالضرورة أحكام. ما هو لو في حاجة تبسط كان زمان وشي بيضحك. أنت عضو في جماعة الإخوان؟ شرف، ما أقدرش أتخلى عنه. عارف إنها جماعة محظورة؟ محظورة من الحكومة، لكن من الناس لأ. إيه اللي خلاك تنضم للجماعة؟ عشان جماعة معارضة. جماعة مش عاجبها اللي بيحصل في البلد. ما في احزاب معارضة كتير كان ممكن تنضم لاي حزب. اشمعنى الاخوان؟ واخدينها جد. يعني انت ما عندكش اسباب دينية؟ انا مسلم زي بقية المسلمين. في رأيك هي جماعة دينية ولا جماعة سياسية؟ في الحالتين التهمة تودي السجن. وبالتالي ارفض الاجابة على هذا السؤال. بدل ما ترفض من حقك تقول او لا. واكذب ليه؟ خليها كده. ارفض الاجابة. خلاص زي ما تحب. ده تحقيق ده ولا ايه بالظبط؟ لا لسه التحقيق ما ابتداش. الراجل لسه القلم بتاعه مقفول والورق لسه جوه الدوسيه. دي مجرد دردشه. تبادل وجهات النظر. حضرتك الخصم بتاعي. هتبادل معاك وجهات النظر على اي اساس؟ النيابه ما هياش خصمك الا اذا ارتقت انك مدان. طول ما انت بريء هي معاك. في الحاله دي بقى ما تطلب لنا شاي. بس كده؟ افندم. طعم شاي بسرعه. ده شاي مش اللي بنشربه في مباحث امن الدوله. طعمه ايه الشاي بتاع امن الدوله؟ بعيد عن سعادتك وسيله من وسائل التعذيب. شاي رديء بس في ميزه، ممكن ما تشربوش وتبعد عن التعذيب. في حد بيضربك في امن الدوله؟ لا، ما هو الشاي الوحش بدل الضرب. بس انت على اي اساس شايف ان الاخوان هم البديل الافضل؟ شوف سعادتك، جايز يكونوا اسوا من الحكم الموجود دلوقتي، لكن لازم يبقى في تغيير، تبقى في ديمقراطيه بجد. تبادل السلطة؟ بتقول ايه؟
بقول لحضرتك تبادل للسلطة. احنا عندنا ناس قاعدين على الكراسي بقالهم 20 سنة واكتر. السلع المعمرة عمرها الافتراضي اقل من 15 سنة. العربية اللي عمرها 15 سنة ممنوع تشتغل تاكسي. ما بالك بقى بالبني ادم. حضرتك بتضحك على ايه وانا بقول حاجة غلط؟ لا بس انت جاي تطلب تداول السلطة من الاخوان. على فكرة مفيش حد قاعد على كرسي الحكم وسابه بمزاجه. والاخوان نفس الشيء. مفيش مرشد واحد اتخلى على المنصب وهو عايش. دايما المرشد الجديد بعد وفاة اللي قبله. وإذا اعتبرنا مكتب الإرشاد هو مجلس الوزراء هتلاقي أعضاء كتيرة قوي في المكتب عمرهم الافتراضي من عمر العمارات السكنية. أنا كده بقيت زي المستجير. كالمستجير بالرمضائي من النار. الحل إنك تدور على فريق تالت تلعب معنا. للأسف المسألة مش زي كورة. دي تفرق كتير قوي. أصحيح. قولي بما إنك معترف إنك عضو في جماعة الإخوان وإن أنت طالب في كلية طب الأزهر فبالتأكيد تعرف زميلك تيمور عبد الحميد. آه طبعًا ده مشهور كمان. وضعه ايه بالظبط؟ مسؤوليته ايه عن نشاط الجماعه داخل الجامعه؟ عادي زي اي حد في طلبه الاخوان. واضح انه شخص قيادي. ارفض الاجابه على هذا السؤال. انت نسيت التحقيق الرسمي لسه ما ابتداش. اه صحيح. تيمور عبد الحميد انضم لجماعه الاخوان بعد قصه حب متاثرا بقطب اخواني كبير وشهير وحماسه للاخوان يفوق حماس فضيله المرشد نفسه. ياه للدرجه دي؟ للدرجه دي. ممكن اعرف السبب؟ السبب كل الناس تعرفه في كليه الطب. قطب الاخواني الشهير ده طبيب يملك مستشفى المروءه والاحسان وبنته لميا زميله لينا بالمستشفى والناس على دين ملوكه. نجيب شاي تاني؟ شاي ونفتح المحضر. اهلا يا استاذ عبد الحميد. اهلا. ايه بس يا اشرف يا ابني؟ ايه اللي بتعمله فينا ده؟ في ايه بس؟ قهوه نتقابل على قهوه. ما انت عندك بيت واحنا عندنا بيت. ايه العزومه قله القيمه دي؟ الناس يقولوا علينا ايه؟ يا استاذ عبد الحميد انا يا دوب سايب النيابه وخارج من مكتب مقفول عليا. اهو الواحد يشوف الدنيا. تشرب ايه يا حاج عبد الحميد؟ فنجان قهوه ساده يا ابني. وانا كمان عايز قهوه ساده. وشيل الشاي ده عشان مش عاجبك. والله العيب مش من عندنا يا باشا. الميه كل يوم ليها طعم وريحه. تجيبش تبوظ طعم الشاي وبس، تبوظ طعم الدنيا كلها. حيث كده بقى هتبقى القهوه نفس طعم الشاي. طيب افتح لنا ازازه ميه معدنيه واعمل لنا منها فنجانين. امرك يا استاذ. خير يا اشرف بيه. طمن يا استاذ عبد الحميد. كل الطلبه المحجوزين على ذمه التحقيق في الغالب هيفرج عنهم كلهم. بس المساله مساله وقت واجراءات. عشتنا طيرت بين يوم وليله يا استاذ اشرف. الهم بقى ساكن معانا على طول من يوم المصيبه دي ما جت لغايه عندنا. الله يسامحه بقى تيمور. مصيبه ليه يا استاذ عبد الحميد؟ ما هو احنا كده اتسجلنا واترصدنا على ابننا اخوان وكل خطوه من هنا ورايح هتبقى محسوبه علينا. مين الجبار اللي لعب في دماغه بالسرعه دي؟ ده اللي عاوز يبرمج تليفون محمول بياخد وقت اكتر من كده. ادي القهوه النقيه. على مهلك يا ابني. اتفضل. وبقيه المايه المعدنيه والتسقيفة دي ليه؟ طيب شكرا يا ابني. استاذ عبد الحميد انا عاوز اطمنك تيمور مش اخواني اصيل. يعني يعني ما عندوش قناعه كافيه. امال راح ليه؟ تيمور يا اما عاشق والهان او انتهاز صغير. هو انت استجوبته؟ هو لا لكن استجوبت زمايله وقدرت اعرف منهم اصل الحكايه ايه بالظبط. ودي بقى تبقى تناقشوا فيها بعد ما يخرج بالسلامه ان شاء الله. طب ما تقول لي ايه الحكايه بالظبط وريحني اشرف بيها. تيمور دخل في قصه حب. حب شريف طبعا مع زميله ليه في المستشفى اللي بيتدرب فيها وزميلته دي ابوها طبيب اخواني كبير وصاحب المستشفى. سبحانك ربي لا اله الا انت اني كنت من الظالمين. ارجو من حضرتك تكون فهمت وجهه نظري. مفهوم يا ابني مفهوم. المساله مغريه. ابوها صاحب مستشفى يعني اكيد هيتخرج يلاقي العروسه والوظيفه. اكيد حسبها في دماغه الحكومة هتعينه دكتور 200 جنيه في الشهر. ده بكتير. بس دول كده يعني يبقوا يعني ايه يا استاذ عبد الحميد؟ تيمور هو اللي راح لهم برجليه وعليه انه يقبل شروطهم اذا كان عندهم شروط. ايوه ونظلمهم ليه؟ مش يمكن هو اللي اتطوع؟ على كل حال المسائل دي موجوده عندنا وعند غيرنا. تيمور طمع في الثروه والسلطه. طب الثروه جايز انما ايه السلطه اللي عند الاخوان؟ سلطه التاثير في الناس. يجوز
عموما الاخوان عندهم اماكن خاليه كتير تستوعب عشرات زي تيمور. اي والله عندك حق، انما حزب الحكومه كامل العدد وقوائم انتظام انتهازيين الجدد طويله وملهاش اخر. ليه كده يا ابني؟ ليه تعمل في نفسك كده بس يا تيمور؟ يا ابو سامية. نهارك ابيض يا عم فتحي. اهلا يا فتحي يا ابني، حمد لله على السلامه. الله يسلمك يا حماتي. ابويا اهلا يا حبايبي يا حلوين، تعالوا تعالوا. ربنا يخليك لهم وما ينحرموش منك ابدا ويفرحك بيهم. يسمع منك ربنا يا حماتي. اخش اصحي لك مراتك؟ ايه ده، هي هنا؟ اه هنا. خير؟ ما راحتش شغلها ليه؟ يبقى اسالها انت بقى. خد يا ده مصطفى. عايده يا عايده، عايده اصحى يا حبيبتي، جوزك وصل بالسلامه. الحمد لله على السلامه يا فتحي. الله يسلمك. انا قلقت عليك لما عرفت ان انت في البيت وما رحتيش الشغل، خفت لكوني تعبانه ولا حاجه. لا انا صحتي عالي العال. لازم اللي مشغليني كانوا مسافرين ولا حاجه. يا اخويا يسافروا ولا يقعدوا، هم حرين بقى، ربنا يسهل لهم. طردوني يا فتحي. طردوكي؟ عايدة هو كلش طلع بدماغك يا عايدة، وعملت حاجة غلط ولا كوني مديت ايدك ولا حاجة؟ جرى ايه يا فتحي؟ هو انا من اللي بيعملوا حاجة غلط ولا بيمدوا ايديهم؟ طردوني عشان عملت الصح، عشان مرضيتش اغضب ربنا. لا حول ولا قوة الا بالله. تغضب ربنا ازاي يا عايدة؟ وبعدين الناس كمل وعارفين ربنا وانتوا. انا كنت جوه الاحداث فعلا، كنت مشارك فيها وشاركت عن قناعة وبدون تكليف من اي حد. انا كنت متطوع. متطوع؟ ها متطوع. اي معارضه للحكومه انا معاها على طول، مش فارقه معايا بقى اخوان مش اخوان، مش مهم. اي لمه ناس اعرف انها ضد الحكومه بخش فيها طوال. والسبب؟ والله يا باشا الاجابه على سؤال حضرتك من كلمه واحده بس، مش بالكلام، بالمشاهده. تعال عندنا في مره وانا عازمك يا باشا في اسطبل عنتر، شارع وكاشة، حارة مسعدة أم الخلاخيل، متفرعة من حارة عبد الجليل منتصر. قلت لك قبل كده بطل مراوغة. فين هي بس المراوغة دي يا سعادة الباشا؟ أنا بقول لحضرتك على الحقيقة، سعادة الباشا اللي عايش عيشتنا دي لازم يبقى معاه أي معارضة، حتى لو كانت معارضة كدابة، حتى لو كانت معارضة عاجزة عن إنها تعمل أي حاجة، حتى لو كانت معارضة فاسدة. عارف حضرتك يا سعادة الباشا اللي عنده وجع في جنابه الاتنين بيعمل ايه؟ انا اقول لحضرتك هو بيعمل ايه؟ بيتقلب على الجنبين، ينام على الجنب ده، وبعد كده لما يريح ينام على الجنب التاني، والقلم وراه وراه. سعادة الباشا احنا عايشين مع الاهمال والفساد والجشع والاحتقار والخوف. احنا عايشين مع الخوف. الخوف لو جابها مع اي هزة ارضية يبقى كله فوق دماغنا. تعالى عندنا يا باشا في الحتة وانت تعرف انا ليه مع اي معارضة. يا حسين انت مقبوض عليك وسط مجموعة نشطة من الجماعة. ده صحيح يا باشا، انا ما انكرتش، بس لازم برضو يكون عندي صحاب عندهم مية في الحنفيات، عندهم دش بينزل مية. مش معقولة يعني هخش على واحد صاحبي من دول وهو قاعد مع ابوه وامه واخواته اقول لهم السلام عليكم انا صاحبه على فكره، هخش بس اتحمى واخرج على طول. عايز اصدق الكلام ده؟ وانا مش عايز حضرتك تصدق الكلام ده يا باشا. ليه؟ عشان عايز ابقى مذنب ومدان. برضه ليه؟ سعادة الباشا انا لو خدت حكم ودخلت بيه السجن اكيد اكيد العيشه فيها هتكون اكرم واحسن وافضل بكتير قوي من العيشه في حاره منتصر المتفرعه من حاره عبد الجليل، المتفرعة من حارة مسعدة أم الخلاخيل. اسطبل عنتر. هل لديك أخوان أخرى؟ كتير قوي، بس يا رب يكون نبي حضرتك وقت عشان تسمعها. انتهت أخواني. امضي يا حسين. حاضر.
وبعدين في خانة المرور اللي احنا فيها دي هتفضل مخنوقة كده على طول؟ زعلان من خانقة المرور بس؟ أمال تقول إيه في الخانقة اللي البلد فيها كلها؟ ألو؟ أيوة؟ موجود. تليفون لفضيلتك يا مولانا. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا 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 بابننا العزيز. في أخبار سارة؟ هاتها بسرعة. بارك الله فيك، بارك الله فيك. هي فعلا أخبار سارة. جزاك الله كل خير، مع السلامة. النمرة دي ليها مدة معك؟ اطمئن فضيلتك، دي نمرة جديدة خالص بتاعة أخ فاضل فرارجي من الزقازيق. أيوة كده، خلي بالك مش عاوزين إخواننا البعدة يلزقولنا أكتر ما هم لازقين. والأخبار السارة دي يا مولانا سر ولا مباحة؟ لا مباحة طبعاً. نيابة أمن الدولة أفرجت عن ولادنا الطلبة بتوع الجامعة، مش كلهم طبعاً، شوية منهم. ما هي دي طريقة الحكومة، لما يقبضوا علينا ياخدونا كلنا، ولما يفرجوا عنا تسيبنا بالتقسيط المريح ومن غير انتظام في المواعيد. لا أنا كده هتأخر قوي، عندي ميعاد. الضرورة لا أحكام يا مولانا. أحكام زي اللي بناخدها ولا أخف شوية؟ مولانا اتأخر قوي. مولانا اتصل من لحظات، هو على وصول المرور. انت عارف البلد مخنوقة. تحب تاخد قهوة تاني؟ لا 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 اشكرك، في جد واحد كفاية. هو حضرتك قلت لي من جورنال ايه؟ لا انا مش من جورنال، انا الجورنال، انا صاحب الجورنال ورئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير. المقامات محفوظة، ما هو باين. انا كان سؤالي عن اسم الجورنال. صوت الناس، اسم الجورنال صوت الناس. صوت الناس ده جورنال جديد؟ مش جديد قوي، احنا بقالنا في السوق 3 سنين ونص. معقوله ما قريتوش؟ الحقيقه ما وقعش تحت ايدي يا سيدي. بسيط، اديني بس العنوان وانا ابعت لك نسخه توصلك لغايه البيت. لا ابعتها لي على هنا، انا طول اليوم موجود هنا. استاذ وفيق، مولانا وصل. اتفضل يا استاذ عزت. اتفضل سعادتك. انا متشكر. اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة مولانا وصل من اللحظات. هو عنده مقابلة صحفية دلوقتي. أنا مش عارف المقابلة هتخلص إمتى. أول ما فضلته يخلص هطلب حضرتك. مع ألف سلامة. أهلا وسهلا. شرف كبير إني أقابل فضيلتك، وشرف أكبر موافقة فضيلتك إجراء حوار للجورنال بتاعنا. شوف يا أستاذ عزت، بخصوص الحوار أنا مانع نفسي من إجراء حوارات، لأني ما بخبيش حاجة وبقول كل اللي عندي، وجرايد الحكومة وقفالي على الوحدة. دول زي صيادين التعابين بيدخلوا الشقوق ما بيصدقوا يلاقوا كلمة شاردة ويعملوا منها حكاية ورواية. هنا بقى دور الصحافة المستقلة عشان توضح وجهة النظر التانية. بص، إحنا لا عاوزين توضيح ولا غيره، ولا بنعمل اعتبار للكلام اللي بيقولوه زمايلك بتوع الحكومة. زمايل المهنة يعني؟ زمايل المهنة والحزب. انت ناسي ان انت عضو في حزب الحكومة يا استاذ؟ فضلتك عرفت ازاي؟ انت فاكر جماعة الاخوان دي جماعة رحلات ولا جماعة موسيقى؟ هو انت مش اسم حضرتك بالكامل عزت محسن رشد المر؟ تمام. اسم الوالدة رجاء خالد أبو المكارم. دي حاجة ما تخصناش، والدتك وانت حر فيها. اللي يخص فضيلتك إزاي صحفي منتمي للحزب الوطني يحاور أهم شخصية في جماعة الإخوان. ودي برضو ما فيهاش حاجة، وطني، وفد، تجمع، تكون زي ما تكون مش فارقة. حضرتك بتشوف الجورنال بتاعنا؟ طبعاً.
لازم نشوف كل حاجة، لازم الواحد يبص حواليه. طلباتك فضلتك وعدتني بالحوار. أنا وعدتك بالمقابلة وديك مشرفنا. كنت طمعان في دعم إعلاني من الشركات التابعة ليكم. هو أنت الجورنال بتاعك مش في قسم خاص بالإعلانات خليه ينشط مع الشركات دي؟ إن شاء الله ينشط، لكن بتوجيهات من سيادتك. عشان خاطري بلاش حكاية التوجيهات دي، خلي التوجيهات لبتوع التوجيهات، احنا ناس بتوع ربنا. ونعم بالله، بلاش توجيهات يا مولانا، نخليها بتزكية من فضيلتك، وإن شاء الله قسم الإعلانات يحقق نتيجة كويسة. هو الجورنال بتاعك بيوزع كام نسخة؟ حالياً 35,000، والحمد لله بتزيد. بس أنا المعلومات اللي عندي بتقول إنهم 14,000 نسخة بس. وأنا ما أقدرش أكذب سيادتك. اعتبر نفسك بتوزع من العدد اللي بعد اللي جاي 15,000 نسخة، هنشتري 1,000 نسخة. بس إيه؟ دول 2,000 جنيه في الأسبوع. يا مولانا أنتوا بتشتروا بال5,000 وال10,000 من جرايد، ممكن أقول لفضيلتك عليها. وتقول لي عليها ليه؟ ما أنا عارف كل حاجة. أنت فاكرني قاعد هنا شيخ طريقة؟ ما كلهم ابتدوا زيك كده. وأنا في الخدمة. في الوقت الحالي مش عايزين منك خدمات يا أخ عزت. إحنا منهجنا قائم على التأني والتريث. قفزات الأرانب دي خارج المنهج بتاعنا تماما. جنب الألف نسخة مفيش إعلانات؟ اديني فرصة وربنا يكرم. بعد إذن فضلتك أنا لازم آخد ولو ملو عمود عشان الجورنال، أو تصريح ننفرد بيه وهو يبقى بداية تعاون. اكتب إن مسرور إنهم أفرجوا عن ولادنا طلبة الإخوان في جامعة الأزهر. تيمور تيمور يا ابني، يا ايه جرى ايه؟ ايه اللي حصل عشان الفضيحه اللي ملهاش لازمه دي؟ تيمور يا عبد الحميد، تيمور خرج بالسلامه. تيمور اهو شايفه. بس ايه لزومها الزغاريد دي؟ ولا هو ما شافهمش وهم بيعيطوا، شافهم وهم بيزغرطوا؟ الله، نقول للناس ايه يا حاج؟ نقول لهم ابننا كان في السجن ولسه خارج؟ طب لو سالونا كان مسجون في ايه هنعمل ايه؟ نقول يا اللي مش عارف تعال اعرف. اقفلي باب الشقه يا حاجه وبلاش كلام فارغ. الحمد لله على السلامه يا دكتور. الله يسلمك يا بابا. قول لي يا ابني، انا علمتك تكذب؟ لا. معنى كده انك هتقول لي الحقيقه لو سالتك عليها؟ طبعا وبكل صراحه. بذمتك يا ابني انت ليك في الاخوان؟ لا. طيب ليك في اي جماعه اسلاميه تانيه ايا كان نوعها؟ لا. بس ليك في الاسلام اللي احنا نعرفه، شرع ربنا وسنه الرسول عليه الصلاه والسلام، الشرع اللي انا علمته لك قبل حتى ما تعرف الف به. حضرتك عارف كده كويس. امال ليه يمكن اتاخد غلط؟ ما كتير بيتاخدوا غلط. طولي بالك انت شويه يا حاجه، رد عليا يا دكتور تيمور، انت ليه بقيت اخواني فجاه كده؟ بابا حضرتك واخد فكره غلط عن الاخوان. كده موافق، انا واخد فكره غلط عن الاخوان، هات لي انت بقى الفكره الصح وانا مستعد ابلعها كانها حبايه اسبرين. الاخوان زيهم زي اي حزب، مفيش فرق بينهم وبين اي حد تاني، من حزب الوطني لحزب الامه كلهم اصحاب مصالح وكلهم وحوش غابه، فيهم الاسد والنمر والضبع، عد كده لحد لما توصل للفيران. وزي الاحزاب دي كلها ما فيها مستغلين ومنافقين وكذابين زفه، الاخوان كده برضه هو هدف واحد ليهم كلهم، وكل واحد بيحققه بطريقته. الاخوان اختاروا من يوم ما ربنا خلقهم الطريق اللي الناس بتحب تمشي فيه، الدين، لكن اللي جواهم هو اللي جوا كل الاحزاب. طب لما انت عارف كده رحت لهم ليه برجليك وازاي؟ او هنا بقى هتزعل مني وامي كمان هتزعل مني. ابنكم يا جماعه انتهازي، ويا اما انا انتهازي واضح وصريح يا اما انا حسبتها غلط. انا لما عرفت ان نهايه التفوق والدراسه في الاخر 300 جنيه في الشهر، يعني يا دوبك تمن اكله كباب لنفرين عند اي مطعم كبابجي على قد حاله،
وإن في الآخر هتحول لموظف بدل ما أكون عالم أو باحث، فما صدقت لقيت باب مفتوح. حبيت زميلتك اللي هي بنت قطب إخواني كبير وصاحب مستشفى خاص. أنت حضرتك عارف. لقيتك بتقول الحقيقة يا ابني، فرحت بيك، ولأن الإخوان لازم يتجوزوا من بعض، واللي مش إخوان لازم يبقى إخوان عشان الجوازة تتم. أنت دخلت الإخوان، مش كده؟ بس اللي ما تعرفوش بقى يا حبيبي إنه مش كفاية إن العريس والعروسة يدخلوا الإخوان، لا، ده لازم العيلة كلها. طيب كنت هتعمل معانا ايه لما يطلبوا منك تجيب عيلتك؟ انا قلت لحضرتك في اول كلامي انا انتهازي. قلت الكلام ده في النيابه؟ لا طبعا. ليه؟ انا اكشف نفسي قدام اهلي، على الاقل هيستروني لما يلاقوني عريان قدامهم، لكن قدام النيابه هبقى مفضوح. انا كنت قدام وكيل النيابه اخواني صميم. تسلم يا ابني. طيب بما ان مشروعك الانتهازي ده فشل باص، قولي انت ناوي على ايه؟ والله طول ليالي الحبس وانا بفكر في الموضوع ده. ويا ترى وصلت النتيجه؟ تقريبا. باذن الله اول ما اخلص دراستي اسافر بره، وزي ما تكون تكون، ما هي مقفله هنا. ماشي ماشي، اسيبك انا بقى تقعد مع امك تتناقشوا في مساله السفر، تحكي لها عن ايام الحبس. أما أنا فكفاية أوي علي لحد كده. ده أنا حتى مش عارف أتمنى لك إيه، إنك تطلع انتهازي بجد ولا إخوانجي بجد ولا إيه بجد. ربنا يهديك وينور بصيرتك. انتوا متأكدين انها محكمة عسكرية؟ ايوه فضيلتك، معقول ننقل معلومة غلط؟ لله الامر من قبل ومن بعد، بقى التائبون العابدون، السائحون الحامدون، الراكعون الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، يتقدموا المحكمة عسكرية، والسفلة والقوادين والفاسدين والطغاة أحرار بيبرطعوا في البلد زي ما هم عاوزين. يا سيدي عارف، والله عارف إنهم سامعيني دلوقتي، ويمكن يكونوا شايفيننا كمان. يتفضلوا يتفضلوا يقبضوا عليا لو عاوزين. المسألة دي لازم واجهتها إعلاميا، من حق المواطن إنه يتحاكم قدام قاضيه الطبيعي. طب والعمل فضيلتك؟ هتولهم كبار محامين أعضاء جماعة الإخوان ومحامين حقوق الإنسان وأعضاء المنظمات الحقوقية والإنسانية، لازم نوجعهم زي ما وجعونا. هم مش خايفين لنعمل لهم حزب، هنعمل لهم الحزب. حزب؟ بس احنا كده بنخرج عن الخط وبنخالف تعليمات ومنهج الإمام حسن البنا. واحنا خالفنا منهج الإمام رحمة الله عليه في إيه؟ الإمام رحمه الله كان رافض الأحزاب وله رأي قاسي بخصوصها. ورأي الإمام سلام الله عليه إيه يا دكتور؟ رأيه إن الأحزاب مفسدة للأمة. أعتقد إنه كتب مقال سنة 46 قال فيه: آن الأوان أن ترتفع الأصوات بالقضاء على نظام الحزبية في مصر. وكان رأي فضيلته إن الأحزاب بتقسم الأمة ولا تتفق مع المنهج الإسلامي. زمن الإمام غير الزمن ده خالص، والإمام رحمة الله عليه كان بيتصرف حسب مقتضيات الأمور. لكن ما شاء الله عليك لسه فاكر آراء وأفكار الإمام رحمة الله عليه. الإمام الراحل لا ينسى، لا هو ولا أقواله. ده صحيح. أنا كمان فاكر إن الإمام المرشد الأول قال في رسالة التعليم: يتعين على العضو الثقة بالقائد والإخلاص له والسمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. أيوة عندك شغل. مش فجأة كده يا أستاذ،
ما اقدرش اشتغل في الخارجي وانا لابسه فستان قصير ممكن الهواء يطيره، ده غير الكعب العالي، وحضرتك عارف الشوارع بتاعتنا. وانت عارفه الشغل عندنا، وبالذات في البرنامج اللي انت على قوته. الشغل هو اللي بيفرض نفسه مش احنا اللي بنختاره، ودلوقتي في شغل ومستعجل. بعد اذنك لو فيها سفر المساله هتبقى صعبه. هي مساله صعبه فعلا، بس ما فيهاش سفر. جات لي معلومه ان في راجل عجوز عامل نفسه خطيب ولم حوالين الناس في جنينه الأرمان، فاكر نفسه في هايد بارك وسايبينه. عايزك تلحقيه وهو لسه شغال، تنزلي تصوريه من غير ما يحس ان في اي حد بيصوره. وخلي بالك لو ظبطتي الموضوع ده قررت عينك هيبقى عمدي من رئيس مجلس الاداره بكره. ايه مالك؟ اصل حضرتك بتحسسني جاي اطلب منك وظيفه، وانا بكره كلمه وظيفه. يا ستي ما تزعليش، ماشي، بس انزلي بسرعه علشان العربيه والكرو كلهم مستنيينك تحت. فرضنا ما راحش جنينه الأرمان، هتلاقيه في اي جنينه تانية. انما هو غاوي جنينه الأرمان، شكله كده له ذكريات حلوه فيها. هايت بارك وتطلع ايه هايت بارك دي؟ لا وحيات امه تقول لي راجل عجوز ولا حتى لسه في اللفه. كل واحد عندي هنا لازم يلزم حدوده، والا والله العظيم الجنينه دي لو هتعمل لي مشاكل انا مستعد احولها جراج ياخد له 2000 عربيه وحل لي مشكله من مشاكل المرور. انا عايز الراجل ده، عايزه يعمل لنا هايت بارك عندنا هنا في المديريه. ولا على قوة إلا بالله. الراجل ضيع نفسه عشان كلمتين قالهم. ربنا معاه، هو ده حمل بهدلة يا جدعان، ده رجلي مش شايلاه. هلف الهدوم اللي كنت لابساها والهدوم اللي عليا هي اللي هحاسب عليها دلوقتي. في ايه مالك بتبصي لي كده ليه؟ الاسعار جوه الهدوم. يعني ايه؟ يعني حضرتك تغيري تاني وتلبسي هدومك، وبعد كده هنحاسب على الهدوم الجديده، وانت حره بقى تتصرفي فيها زي ما انت عاوزه. هي فين الاسعار؟ خدي بقى حسابي بسرعه عشان عندي شغل، والنبي بسرعه بس عشان انا مستعجله. لا مش خلاص، لكن تقدري تقولي كده تفرق الجامع. شكلك جيتي متاخره يا أنسة. تفرق الجامع ازاي يعني؟ انا اقول لك، انت عارفه الديب لما يهجم على عشه فراخ بيتفرق الجامع. قصدك البوليس هجم وخطف الديك اللي كان بيصيح؟ الصراحه انا اول مره اعرف ان بتوع التلفزيون حلوين قوي كده. متشكر. طب انت فاكر هو قال ايه؟ قال اي حاجه تزعل حد؟ انا حافظ كل كلمه قالها بصراحه. الراجل كان بيقول كلام موزون وعشرة على عشرة، كل كلمه كانت بتخرج من بقه. تقدر تقول لنا هو قال ايه بالظبط؟ انت عارفه لو حد غيرك طلب مني الطلب ده انا لا يمكن اوافق، بس في ناس معينه ما تعرفيش تقول لها. محمود شغل الكاميرا. عينيا. هطلع في التلفزيون ان شاء الله. امتى؟ اديني موبايلك وانا اقول لك. ما عنديش. طب تليفون عادي. مع اصل انا بجيب كارت ب5 جنيه واروح حاطه في الكابين واروح مد. حضرتك شغال ايه بالظبط؟ انا عاطل. طب لما نحب نلاقيك نوصل لك ازاي؟ في الجنينه، انا 24 ساعه قاعد في الجنينه. اقول لك على حاجه، اديني انت تليفونك وهجيب لك كارت ب10 واقفل عليك الكابينه برضه واقعد. طب خلاص خلاص لما نخلص. جاهز؟ انا جاهز. طيب ممكن بقى توريني بالظبط هو عمل ايه؟ قوي قوي. بص، هو لما طلع، هو راح طلع، مفيش حاجه، الراجل راح طلع هنا وراح قايل هلمه أنا جاي أحذركم من التتار، بس التتار بتوع الأيام دي، وبقول لكم إن الجنينة الجميلة دي مستهدفة، التتار عينهم عليها، والنهاردة الأرمان وبكرة حديقة الحيوان وجامعة القاهرة كمان، والحكومة مستعدة تبيع، تخصص وبعدين تبيع،
التتار مسكوا بدل السيوف فلوس، وفلوس التتار بتقطع رقاب، بتقلع الشجر الاخضر من جذوره، بتهدم بيوت، بتخرب زمن. الفلوس اللي في ايد التتار بتسن القوانين اللي على كفها وعلى مزاجها. فاكرين المسرحيه اللي عادل امام بيقول فيها كل واحد يخلي باله من لغاليغه؟ انا بقى بقول لكم خلي بالكم من بلدكم. تمام يا باشا، تم الاستقبال وجاري التنفيذ. اطلع على الأرمان يا ابني. قال ايه عشوائيات؟ وهو مين اللي عمل العشوائيات؟ عقول عشوائية. ولعلمكم العشوائيات ابتدت في البلد دي من بدري. هي المساكن الشعبية اللي حوطت القاهرة في عزها كانت ايه؟ كانت بداية العشوائيات. اياميها الناس فرحوا بيها، واحنا بنفرح بأي حاجة. بنفرح لما تهب علينا نسمة باردة في يوم حر. كان يجرى ايه لو كانوا عملوا الشقق واسعة وشرحة عشان تساع العيلة. مسكينة يا بلد. كبسة اخلع يلا يا بودة على الكل. تعال هات بس تعال واطي عارفة اخلع يلا زي ما قلت لك. شفت وانت يا حلوة بتعملي ايه هنا؟ هي ناقصة بتوع التلفزيون؟ هتوقع هي واللي معاها. الأرمان اتضربت، الأرمان اتضربت. تروح فين يا متحس بقى أمدر؟ اهرب. وانت لابس طربوش ليه يا جدو؟ انا البس طربوش، البس عمه، البس برنيطه، دي حريه شخصيه يا ابني. يا راجل ده انت الوحيد اللي في مصر لابس طربوش، ولا انت بقى عايز تلفتيك الانظار يا جدو ولا ايه؟ ولا ده فيلم بتصوروه ولا ايه حكايتكم بالظبط؟ اولا بالنسبه للطربوش فانا قررت الرجوع ليه بارادتي، بيفكرني بالايام الحلوه. طب بس خلي الايام الحلوه ليك يابا. محضر اتفتح. اسمك يا عم الشيخ؟ أحمدي محفوظ فج النور. سن؟ أنا من مواليد 24. احسبها أنت براحتك. ادينا وديك طولة العمر يابا. عنوانك فين؟ 17 شارع السلحدار، مصر الجديدة. مصر الجديدة؟ أيوة مصر الجديدة. في حاجة مزعلاك في مصر الجديدة؟ لا، احنا مش زعلان من مصر الجديدة. أنا زعلان منك أنت يابا. لما أنت في مصر الجديدة ليه بتهاجم محافظة تانية؟ عندك الميريلاند، الحديقة الدولية، ولا دول ما ينفعش فيهم الهايد بارك بتاعت حضرتك؟ أنا اتجهت للمناطق المهددة بالخطر. إيه؟ مناطق؟ ما علينا. المهنة؟ مدير عام سابق لحدائق مدينة القاهرة، وأنا في الأصل ابني مهندس حدائق. آه، عشان كده الظاهر برضو ان السن ليه احكام يابا. حضرة الضابط انت في سن احفادي، فبلاش تزعلني. لان ما كان زعلي وحش، وحش جدا. اذا كان عندك تهمة محددة انا جاهز، الا تهمة واحدة انت عارفها، اياك تقول مختل عقليا. في حالة دي هقاضيك بتهمة السب والقذف. وانا شاهدة. اولا انت ما فيش معاك تصريح بالتصوير، ولسه هنشوف انت صورت ايه بالظبط، واكيد صورت حاجات بتسيء لسمعه مصر. بما انك قلت اولا لازم تعرف ان التصريح اللي بتقول عليه ده بدعه. الجنينه يا محترم ما هياش منطقه عسكريه، دي معموله اصلا عشان الناس تتفسح فيها، تشم هوا، تتصور، يكون ليهم ذكريات. وبعدين قول لي، هم السياح الاجانب دول بيبقى معاهم تصريح بالتصوير؟ وبما انك قلت اولا وما قلتش ثانيا، انا بقى هقول لك ثانيا. الاساءه لمصر اللي بتقول عليها دي لحن بايخ، واسطوانه مشروخه، واغنيه مسخه تعجب اللي عندهم تخلف عقلي. على فكره انت كده بتورطي نفسك اكتر. انا من اسره قضائيه وعارفه انا بقول ايه، ولازم تعرف ان القانون عليا وعليك، والقانون هياخد مجراه. وخلي بالك اي مساس بالكاميرا او العبث بالماده المصوره والمسجله يعتبر اعتداء على الملكيه الخاصه واتلاف ممتلكات الغير عن عمد. انا مش قلت لك اعصابك لازم تكون هاديه مهما الامور اتأزمت؟ وفي ايه؟ امال فين اشرف؟ اهو. انا شايف ان الاستغاثه بتاعتك ملهاش لزوم ولا حاجه. انت ما شاء الله عليكي قد الموقف اللي انت فيه. ايه الحكايه؟ الحكايه اني عايز اعرف مين حضرتك ومين حضرته عشان تدخلوا عليا كده كانكم داخلين قهوه تشربوا حاجه فيها. انا والراجل الطيب الحاج ابو طربوش ده اتقبض علينا في جنينه الاورمان دون ذنب او جريره، وكذلك كل فريق عمل البرنامج. دون ذنب او جريره؟ ايوه. انا ابني المستشار عبد الله كساب، وده اشرف بيه هلال وكيل النائب العام.
مكتب جناب المأمور في الدور اللي فوقينا على طول. المعاملة كانت كويسة في التخشيبة ولا نفتح على الداخلية الليلة في كل برامج السهر؟ لا يا أستاذ، إحنا ما دخلناش التخشيبة، إحنا كنا واقفين قدامها بس. وفين شيرين؟ هو إحنا خرجنا ولا مش شيرين؟ دي طلعت جامدة أوي يا ريس، دي جواها دستة محامين. أيوة بس أول طلعة ليها ودتكم الاسم. عشان كده أنا متأكد إن البنت دي مستقبلها هيكون كبير معانا. معاكم المادة المصورة كلها؟ طبعا يا ريس. طب تعالوا نتفرج عليها، يلا نشوف ايه اللي وداكم الاسم. الله يكون حاجات تستاهل. من 40 ل 50 مليون دولار. كتير فضلتك. المشكله مش في توفير المبلغ، الفلوس موجوده والحمد لله. المشكله في الموافقه على المحطه الفضائيه نفسها. المحطه الفضائيه في الوقت الحالي ضروره حتميه، زيها زي المطبعه اللي اسسها المرحوم حسن البنا، وكان وقتها الجماعه لسه وليده. تفتكر الحصول على موافقه امر سهل؟ ما اظنش. تبقى حكومه غبيه لو وافقت ان كل الجماعه قناه فضائيه. عشان كده مفيش داعي نوجع دماغنا. خلاص نخلي حد غيرنا يعملها فضيلتك. وهي دي برضو حاجه هتخفى على الامن؟ دي قناه فضائيه مش مشغل ولا مستوصف عشان الامن يشوفها ويعمل مش شايف. ايه راي فضيلتك؟ نجرب؟ نجرب ايه بس؟ ما احنا جربنا قبل كده في الاحزاب والنتيجه انتوا ادرى بيها. خلاص تبث القناه من اي بلد تانيه. ولازمتها ايه الغربه؟ ما احنا بدل ما يبقى عندنا قناه فضائيه واحده ممكن يبقى عندنا 2 و3 و4، وزي ما عندنا ناس في الصحافه ممكن يبقى لينا ناسنا في الفضائيات. وعلى راي المثل شرى العبد ولا تربيته. أدينا متفائلين بتنازل أحوال للجميع. لو سمحت فضلتك لحظة واحدة. أيوة أخ مجدي. كلام إيه الفارغ ده؟ أنا قلت ستات الإخوان يطلعوا المظاهرة، يعني يطلعوا المظاهرة ومش عاوزين يطلعوا ليه بالظبط؟ هم فضلتك خايفين من التحرش والاحتكاك، يعني الموضوع متعلق بالعفاف. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا أمرت يطلعوا المظاهرة مش عياء، أنا قلت يطلعوا المظاهرة هم وعيالهم الرضع، عشان الموتورين بتوع أمن الدولة لما يلاقوا ستات يخافوا يهجموا على المظاهرة. هو فضلتك المفروض مين اللي يحمي مين؟ الستات هي اللي تحمي الرجالة ولا الرجالة هي اللي تحمي الستات؟ الجهات فرض على الرجل والمرأة. النسوان دي ما كناش بنجوزهم ونسطرهم ونشغل رجالتهم ونفتح لأولادهم مدارس عشان يقعدوا في بيوتهم ويرنخوا، ولما نطلبهم للجهاد يسمعونا حجج بطالة. الست اللي مش هتطلع المظاهرة تسيب بيت جوزها وتروح على بيت أهلها. السلام عليكم. أهلاً 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 أستاذ عاطف. أهلاً، إزيك يا حبيب قلبي، عامل إيه؟ الحمد لله كله تمام؟ الحمد لله. بسم الله ما شاء الله عليك، وشك منور. لا لا طبعا عندك حق، بارك الله فيك. موضوع زي ده انا بفكر نطرحه في حلقه مقبله باذن الله. يعني حضرتك متفق معايا في الموضوع ده ان الموضوع مهم يا استاذ عاطف؟ طبعا موضوع مهم جدا، اي حاجه تخص سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام اكيد طبعا حاجه مهمه. ربنا يخليك يا استاذ. الاخت اللي عدت دي مذيعه جديده ولا ضيفه؟ لا لا دي معده معايا في البرنامج. معده؟ بسم الله ما شاء الله، الاعداد بقى حاجه جميله. شيرين عايزين الراجل التحفه بتاع جنينه الاورمان ده، عايزين نعمل عنه حلقه كامله. زي ما شفت الراجل دمه خفيف موت، وانتي بقى وشطارتك في الاعداد. يعني انا اللي هعد الحلقه؟ ايوه. ومين اللي هيقدمها؟ مش فاهم قصدي، يعني مين اللي هيحاور الراجل التحفه ابو دم خفيف؟ اي مذيع او مذيعه عندنا هنا في القناه. وليه مش انا؟ قلت ايه؟ قلت ليه مش انا بس، ادي اللي قلته. عشان ما عندكيش سابق خبره. ما حضرتك عارف انه 90% من المذيعين والمذيعات طلعوا على شاشات التلفزيون من غير سابق خبره. انا بقى عايزه معامله بالمثل. بالسرعة دي؟ شوية شوية، الحياة مش خطف. هي فعلا مش خطف، بس ايه رأي حضرتك في المحاولة؟
يعني مجرد محاولة. هي الحلقة هتبقى مسجلة ولا على الهوا؟ تهيألي ضيف زي باشمهندس فج النور ده الواحد ما يضمنش ممكن يقول ايه على الهوا، عشان كده الحلقة دي بالذات لازم تبقى مسجلة. خلاص يبقى المسألة حلت نفسها بنفسها، خلي اللي مش مضمون مع اللي مش مضمون وسيبني انا احاوره، ودي تبقى المحاولة. نجحت اهلا وسهلا، خابت وده مش هيحصل يبقى الحلقة تتسجل من اول وجديد بأي حد تاني، اما اذا نجحت فالامور كلها يبقى ليها شكل تاني. لا شكل تاني ولا شكل تالت، الاول تنجحي بعد كده يبقى في بينا اتفاق ملزم. الاتفاق اللي بنشوفه اليومين دول النجاح بقى بيحاول الناس لوحوش. ايوه يا ابني. تحت امرك يا فندم. معالي الشيخ عاطف عمار دخل الاستوديو ولا لسه؟ لسه في اوضه المكياج. طيب اول ما يخلص تسجيل الحلقه بتاعته انا عايز اشوفه حالا نبلغه. سلام. حضرتك خدت الموضوع جد؟ انا كنت بهزر. بتهزري؟ تقريبا. للاسف كل حاجه بتبدا في الاول هزار وبعد كده مره واحده تقوم قلبه جد. عندك مثلا الشيخ اللي بيقدم البرنامج عندنا هنا في القناه كان لازم تشوفيه اول يوم دخل فيه هنا، دلوقتي بقى كل ما يدخل علينا لازم معاه لسته طلبات وشروط. عمرك شفتي شيخ عايش دور نجم؟ صحفي من جريده الاهرام. الشيخ عاطف بيقول لحضرتك هو داخل الاستوديو دلوقتي حالا، يا ريت تكلمه بعد الظهر. مع السلامه يا فندم. يا شيخ عاطف ان شاء الله بعد ما تخلص تصوير تتفضل وتشرف مكتب مدير القناه. هحكي لكم حكايه صغيره تفهموا منها قصدي. تعالوا نشوف سيدنا عمر بن الخطاب عمل ايه. سيدنا عمر بن الخطاب كان زي عوايده ماشي بالليل يتفقد احوال الرعيه، وزي ما حضراتكم عارفين طبعا سيدنا عمر بن الخطاب كان من اشد الناس في الحق والعدل. حصل ايه مع سيدنا عمر؟ سيدنا عمر سمع والعياذ بالله من احد البيوت وهو ماشي بالليل جو مغنى ورقص، حاجه يعني زي ما اخواننا في الخليج بيسموها جو شكشكه. سيدنا عمر قرر يعمل ايه؟ سيدنا عمر قرر انه يطلع فوق سور البيت ويشوف ايه اللي بيجرى. والعياذ بالله اول ما طلع جاله ذهول من اللي شافه، لقى راجل ومعاه واحده ست وخمره ويعني وجو شكشكه بقى انتوا فاهمين. سيدنا عمر صرخ في الراجل وقال له يا عدو الله، فاكر ربنا هيسترك وانت على معصيه؟ الا ان الراجل العاصي واجه خليفه رسول الله وقال له يا امير المؤمنين ما تستعجلش، انا عصيت ربنا سبحانه وتعالى في مساله واحده، انما انت عصيته في ثلاثه. سيدنا عمر كان يغضب بشده ويثور الاسلام. سيدنا عمر مسك نفسه جدا وحاول يهدي نفسه لحد ما يعرف ايه الثلاث معاصي ارتكبهم. راجل عاصي ومتلبس بيتهم سيدنا عمر انه ارتكب ثلاث معاصي. لكنه نظر لامير المؤمنين وقال له معصيتك الاولى ربنا بيقول ولا تجسسوا وانت تجسست، ومعصيتك الثانيه ربنا بيقول وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها وانت طلعت من فوق سور البيت، ومعصيتك الثالثه ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، وانت دخلت بيتي من غير إذن ولا سلام. نظر سيدنا عمر بن الخطاب للرجل وقال له هل عندك من خير إن عفوت عنك؟ فالرجل نظر لسيدنا عمر كده وقال له والله إن عفوت عني لا أعود لمثلها أبدا. خيرا ان شاء الله. ابدا يا شيخ عاطف، حبيت اسمع منك نفي او تاكيد على الاخبار اللي انا قريتها في الجرايد دي. الاخبار كتير قوي ما شاء الله، انهي اخبار تقصد بالظبط؟ سيادتك ناوي تسيب المحطه عندنا؟ والله ما اقدرش انكر ان في عروض كتير جات لي من محطات تانية وكلها عروض مغريه والحمد لله. سيادتك ناوي على ايه بقى؟ يعني انا لسه بدرس وبفكر وبستخير ربنا. طب والعقد اللي ما بيننا هنعمل فيه ايه؟ لا العقد ماشي، العقد عقد، حتى القنوات التانية اللي عرضت عليا موافقه ان انا استمر معاكم. ايوه يا شيخ عاطف، بس احنا مش عايزينك مع حد تاني، انت هنا حصري معانا. ليه بس كده يا اخي العزيز؟ ده رزق، حد برضه يمنع الرزق اللي جاي من عند ربنا سبحانه وتعالى؟ مين اللي قال ان احنا بنمنع الرزق؟ ما انت رزقك ماشي عندنا وزي الفل، انت عارف عقدك بكام. لا حول ولا قوة الا بالله. يا اخي العزيز ربنا سبحانه وتعالى عايز يوسعها عليا شوية، ايه المانع؟ المانع بسيط، احنا عايزينك عندنا وبس، عشان تبقى ميزة بتنفرد بيها القناة بتاعتنا. إنما بقى لما هتبقى موجود في أكتر من قناة المسألة هتفرق معانا. ده شيء طبيعي. الحمد لله إنك عارف إنه شيء طبيعي.
طيب في الحالة دي بقى نغير العقد. نغير ايه بالظبط في العقد؟ المبلغ، الأجر. وايه الجديد اللي حصل عشان نزود الأجر أو المبلغ؟ الإعلانات، الإعلانات بسم الله ما شاء الله على البرنامج بتاعي، ربنا يزيده ويبارك. أمال هي المحطات التانية عايزة تتعاقد معايا ليه؟ أيوة بس احنا لينا وضع خاص يا شيخ عاطف، القناة دي تعتبر زي الست والدتك، هي اللي ادتك أول فرصة وهي اللي عرفت الناس بيك وهي كمان. يا سيدي الفاضل لو سمحت من غير ما تكمل، أنا حافظ الكلام ده كويس وما أقدرش أنكره، لكن الحق حق. بعدين الأم الصالحة الطيبة المؤمنة هي اللي بتعرف إزاي تقدر ولادها وتديهم حقوقهم. عايز زيادة كام يا شيخ عاطف؟ هو العقد هيبقى حصري مش كده؟ طبعا. وعشان القناة دي هي أمي نقول 5 أضعاف الأجر الحالي. لعلم حضرتك أنا معروض علي 10 أضعاف الأجر ده، وأخد كمان نسبة من الإعلانات. أنا اسمي في السوق بقى عالي قوي قوي قوي. بص يا عم عاطف، انت اول واحد عارف انك لا شيخ ولا عمرك درست الدين دراسة اصيلة، والكتب اللي انت بتنقل منها هي قدامك اهي. انت ممثل بينسى دوره اول ما بيخرج من باب الاستوديو، وزي ما المحطة دي عملتك قادرة تعمل مليون غيرك. معهد الفنون المسرحية مليان ممثلين كلهم يتمنوا يبقوا مكانك وبربع تمنك، وانت مبروك عليك الرزق الجديد. المقابلة انتهت يا مولانا. الولد يا أشرف بيه ملوش أي علاقة بالإخوان، اعترف صراحة. وانت يا أشرف يا ابني باعتبارك وكيل نيابة تقدر قيمة الاعتراف. خلاص يا أستاذ عبد الحميد، الاعتراف ما بقاش سيد الأدلة. في ناس كتيرة قوي بتعترف بجرائم عملتها ناس تانية، والأسباب كتيرة قوي. أنا معاك، بس برضو مهما كان البني آدم يقدر يحس ويميز بين الاعتراف الحقيقي والاعتراف المزيف الكذاب لحد كبير. ما علينا، المهم ان هو اعترف لي، اعترف لي انه انتهازي فعلا زي الموضة اللي ماشية. البنت ابوها اخواني مهم، وكل اللي محيطين بيه من كبار الاخوان، عشان كده كان لازم بسلامته يبقى زيهم. ما سألتوش يا استاذ عبد الحميد، المسألة دي الزام ولا اختيار؟ قصدك يعني موضوع ان الاخوان بيتجوزوا من بعض؟ ايوه. طبعا سالته، قال ان ده مبدا قابل للتسامح فيه عند الضروره. حس ان مبدا التسامح موجود، ليه ما تسامحوش معاه وقبلوا بيه زي ما هو كده؟ لا، مع الكبار لا، مع الكبار مفيش تنازل، وابوها قياده اخوانيه كبيره، يعني الولد يا يبقى منهم يا لا. ما هو لازم تكون في اسباب تانيه يا استاذ عبد الحميد، وكان مفروض انه يقول لك عليها. هو لا عارف حاجة ولا فاهم حاجة، زيه زي الجيل بتاعه كله. لكن أنا بقى اللي سألت وعرفت، هما ما بيحبوش حد غريب يخش وسطيهم. أيوة، والمستشفى ضمن المشاريع الاستثمارية بتاعت الإخوان، وكل مشاريع الجماعة في المجالات المختلفة ليها أصل واحد ومنبع واحد. يعني يا أستاذ عبد الحميد؟ يعني شركات المقاولات ومصانع النسيج والسخانات والتلاجات والسوبر ماركت ومحلات الأكل واللبس ومعارض الأساس وغيره وغيره وغيره، كل دي أموال واستثمارات كبار رجال الإخوان، وكل دي حلقة واحدة. الحلقة دي محدش يقدر يطلع منها أبدا، ولازم تفضل مقفولة عليهم. أيوة، بس أنا أعرف حالات كتيرة قوي بنات إخوان متجوزين من شبان مش إخوان. وهو أنا قلت لأ؟ ما أنا قلت لك إنهم بيسمحوا بالتسريب، لأن عندهم قناعة إن العنصر بتاعهم قادر على إنه يحول قناعات وأفكار الطرف التاني، بس ده بيستخدموه مع الإخوان الصغيرين الغلابة اللي هم على هامش الجماعة، لكن الكبار لأ. ولو مش مصدقني أشرف يا ابني، أنا مستعد أعدلك أسماء كتير وكبيرة قوي، وشوف مين متجوز مين. ما فرقوش عن غيرهم يا أستاذ عبد الحميد. انت صح يا ابني، نفس الجمله اللي انت قلتها، انا ممكن اعدلك اسماء كبيره قوي وشوف مين متجوز مين. هتلاقي العربيات بتتجوز العقارات،
والمستشفيات بتتجوز الأراضي. أيوه. وشركات الحديد بتتجوز السياحة. أيوه. بس خلي بالك يا ابني، الجوازات اللي انت بتقول عليها دي كلها جوازات غير شرعية ومنبوزة، لأنه في الحالة دي المؤنث بيتجوز مؤنث. أعمل إيه بس يا أستاذ أشرف؟ ما هو شر البلية ما يضحك. على كده بقى الإخوان بيجوزوا المذكر للمؤنث. آه طبعاً ضروري، لا في الحالة دي بالذات لازم يمشوا شرعي ولا إيه؟ طب لما دول كده ودول كده فاضل لنا مين؟ لغاية كام سنة فاتوا كان في شريحة كبيرة جداً كانت شايلة مصر كلها على كتافها، كانوا مسمينها الطبقة المتوسطة، لكن للأسف يا ابني دول دهسوها ودول دهسوها لحد ما بقاش فاضل منها أحد. يلا المهم دلوقتي اقدر استسمحك يا ابني واطلب منك الطلب اللي انا عاوزه؟ تحت امرك طبعا. قول لهم يا اشرف يا ابني، قول لهم ان تيمور عبد الحميد يونس ملوش اي علاقه بالاخوان. هما مين دول؟ هقول لهم يا استاذ عبد الحميد اللي عندهم الملفات، ويا ريت تقول لهم يقطعوا او يعدموا الملف بتاعه خالص. شوف يا استاذ عبد الحميد، مبدئيا كده وحسب معلوماتي مفيش ملفات بتتقطع او بتتعدم، اللي ليه ملف بيفضل ملازمه طول عمره زي شهاده الميلاد. لا حول ولا قوه الا بالله، يعني ابني هيفضل محسوب طول عمره على الاخوان؟ لا طبعا. لا طبعا ازاي والملف بتاعه موجود؟ اهم حاجه ان الملف ده ما يدخلوش ورق جديد، لازم يفضل مقفول وما يتفتحش تاني ابدا. بعدين الموضوع ده بعيد عني اصلا عن النيابه كلها، ده هناك عند الاجهزه الامنيه. ايوه بس انت على الاقل برضو تقدر تتكلم معاهم. تتكلم مع مين وتتكلم تقول ايه وتطلب ايه يا استاذ عبد الحميد واحنا مش عارفين بكره في ايه؟ عندك حق. سؤال اخير يا اشرف يا ابني، هي انتهاز دي تهمه يعاقب عليها القانون؟ اكيد لا، ما انا عارف. يلا ربنا يسترها معانا ويحسن ختامنا. ابعت هاتي بوفيه يا جماعه. حاضر يا فندم. صباح الخير يا شبير. صباح الخير يا استاذ. خير؟ جاي في كعبي كده ليه؟ العادي بتاعنا يا شبير، في قضيه جديده الرئيس احلى على سعادتك. على الصبح كده؟ تصدق وتؤمن بالله انا جاي النهارده وحاسس ان هلاقيك شايل قضيه. حطها عندك على المكتب. عندكش فكره عن نوع القضيه؟ رشوه. قضيه فساد يا شبير. تؤمر سيادتك باستدعاء المتهمين؟ غريب يا ادم، مش لما اقرا ملف القضيه الاول؟ ولا انت فاكرني محاور من بتوع التلفزيون هيسأل الضيف بتاعه بتحب الصيف أكتر ولا الشتاء؟ ناس التلفزيون صحيح. روح لحالك دلوقتي. أمر سعادتك. الهاتف الذي طلبته غير متاح حاليا. من فضلك حاول أن تكلمني في وقت لاحق. وأنا كمان اللي عاوزني يكلمني في وقت لاحق. اشرب الشاي وكيل النيابة اللي عنده القضية حتة سكرة. هو كتير قوي. هو مكتب وكيل النيابه فين؟ في نفس الدور ده قدام شويه. تعمل ايه هنا يا سطوح؟ وانت ما تعرفش يا فؤاد بيه، انا وانت بقينا متساويين بالظبط. انا متهم وحضرتك متهم. انا متهم؟ انت عارف ان طلبات سعادتك اوامر. طلبات ايه يا فؤاد باشا؟ هو انا من بتوع الطلبات؟ العفو يا فندم. يا فؤاد انا بخدمك علشان انت راجل لطيف. هو ايه الموضوع وفي اي محكمه؟ المحامي هو اللي يعرف يا فندم. طب اسال المحامي واعرف منه وبقى كلمني يا فؤاد. جمايلك مغرقانه يا فندم، وربنا يقدرنا وندوس. واضح اني متراقب ومكالماتي مسجله. الظاهر تهمتي كبيره قوي، اتمنى انها ما تكونش تخابر مع دوله اجنبيه. مش تليفون حضرتك اللي متراقب يا استاذ فؤاد، ده تليفون الطرف الثاني اللي كنت بتكلمه. ايوه بس الطرف الاخر ده شخصيه محترمه جدا وليه مكانته، واظن كمان عنده حصانه. تليفونه يتراقب ليه؟ النقطه دي مش موضوعنا دلوقتي، احنا عاوزين نعرف طبيعه العلاقه اللي بينك وبينه. صاحبي صديق من ضمن أصدقاء كتير جدا. خلي بال حضرتك أنا عندي أصدقاء كتير جدا، في منهم الكبير وفي منهم البسيط، عادي جدا. ما سبب سؤالك عن السيد المستشار حمدي الفولي؟ معرفوش، بس الحقيقة في صداقة بين ابنه وبنتي، وصداقة تطورت وهتقلب الظهر بمشروع خطوبة، فقلت يعني أستشير صديق من أصدقائي عشان أعرف حاجات عن الأسرة. وحضرتك عارف إن أنا عندي أصدقاء كتير،
بس ممكن اعرف تهمتي ايه؟ سطوحي بتاع الشهر العقاري قابلته بره بيقول ان انا متهم زيه بالظبط. انا عايز اعرف ايه علاقتي انا بسطوحي بتاع الشهر العقاري؟ وسطوحي ذات نفسه تهمته ايه؟ انت متهم بدفع مبلغ قدره 1000 جنيه لمدعو رجب سطوحي على سبيل الرشوه. انا اسف سعاده البيه، 1000 جنيه بقت رشوه؟ على كده بقى اي 50 جنيه او 100 جنيه بديها للمنادي بتسجلوها؟ وبعدين انت عرفتوا ازاي ان انا اديته 1000 جنيه؟ كده بقى يبقى انا تليفوني متراقب ومكالماتي كلها مسجله. عند حضرتك تفسير للحكايه دي؟ يمكن الاجهزه الرقابيه اللي كانت متابعه صح. كده بقى يبقى الاجهزه الرقابيه توسعت سنه في المراقبه. هي الناس مش ليها حقوق ولا ايه يا سعاده البيه؟ الحقوق محفوظه يا استاذ فؤاد، لكن كل حاله وليها ظروفها. كل حاله وليها ظروفها. شوف يا سعاده البيه، انا مش هطول معاك. انا معايا 3 محامين بره من كبار محامين البلد، ممكن يحضروا معايا التحقيق ده. بس التحقيق ده بالذات انا مش محتاج مساعده حد فيه. ولو حضرتك عايز العدل اسمع اقوال رجب سطوحي الاول قبل ما تسمعني، عشان انا مش هتنقل من هنا الا ورجب سطوحي معايا، لانه صديق وحضرتك عارف ان انا اصدقائي كتير. رجب عبد الفتاح سطوحي، سن 42 سنه، موظف في الشهر العقاري، محل الاقامه البساتين شارع نعناع. رقم كام؟ لا يا باشا انا لسه ما وصلتش ان انا اسكن في بيت له رقم ونمره، ده حتى الشارع ملوش اسم. انت مش بتقول اسمه نعناع؟ ايوه يا باشا، ده الاسم اللي احنا مطلعينه على الشارع مش الاسم بتاع الحكومه. ونعناع دي يا باشا. بلاش يا باشا دي، قول لي يا استاذ. بس انت باشا. يا سيدي انا راضي بالاستاذ، حلو قوي عليا. ها مالها بقى نعناع؟ دي الست اللي بتبيع ورد لزوار المقابر اللي جايين يزوروا امواته، وساكنه على ناصيه الشارع، عشان كده سمينا الشارع على اسمها. طبيعه عملك ايه في الشهر العقاري؟ موثق. انت متهم بانك تقاضيت مبلغ 1000 جنيه على سبيل الرشوه من السيد فؤاد ابو العطا نظير تسهيل الاجراءات الخاصه بتوثيق عقد بيع لصالح المتهم الثاني. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد والشكر، اديك حضرتك قلتها بلسانك، تسهيل اجراءات دي حاجه المفروض اكافئ عليها وافتخر بيها كمان، والمفروض ان اي موظف في الدوله يقوم بتسهيل الاجراءات. الحمد لله، الحمد لله ان الواحد مش متهم في تزوير مستندات ولا لعب في دفاتر واوراق. ايوه يا رجل، تسهيل الإجراءات بدون مقابل، لكن لما تاخد 1000 جنيه عشان تسهل الإجراءات تبقى رشوة. عشان كده سؤالي ليك، أنت خدت 1000 جنيه على سبيل الرشوة؟ لا يا بيه، أنا خدت الـ1000 جنيه بس مش على سبيل الرشوة. خدتهم سلف مثلا؟ لا ولا سلف، إكرامية. تبقى رشوة يا رجل. خلاص يا بيه، بلاش تبقى إكرامية، صدقة. صدقة عطف بيها راجل غني على راجل غلبان زي حالاتي. أظن مفيش قانون بيعاقب الفقراء إن هم ياخدوا صدقة، ولا الأغنياء إن هم يدوا صدقة. أنا مش عاوز مراوغة يا رجب. كل ما تكون واضح وصريح في التحقيق، كل ما يكون وضعك أفضل. أكتر من كده وضوح يا بيه إيه؟ عليا الحرام أنا ما بكذب عليك، وهكذب عليك ليه؟ أنا بقول الحقيقة. يا رجب اللي أنت قلته ده اعتراف. كان ممكن أقفل التحقيق وتحال القضية وتبقى تحكي براحتك بقى أنت والمحامي بتاعك في المحكمة. لا محامين إيه؟ هو إحنا قد المحامين؟ ما أنا عايز أحكي لحضرتك. وهو ده اللي أنا عايزه منك يا رجب. يا بيه فؤاد بيه ابو العطا زبون عندنا في المكتب، وزبون محترم كمان. يعني ايه زبون؟ هو انتوا فاتحين دكان بقاله؟ ده مكتب شهر عقاري. خلاص يا بيه، عميل محترم ودائم التعامل مع المكتب. جميل. لكن عمر رجله ما خطت المكتب عندنا، كان دايما بيتعامل معانا دليفري. ايه؟ خدمه دليفري، احنا بنسميها كده. ينتقل الموظف الشهر العقاري للمكان المطلوب تواجده فيه ويقوم باجراءات التوثيق، وفؤاد بيه ابو العطا كان دايما يتعامل معانا بالشكل ده. ويدفع الرسم المقرر قانونا. الرسم المقرر قانونا. يبقى ال 1000 جنيه وضعهم ايه بقى يا رجب؟ ما قلت لحضرتك صدقه. رجب يا بيه صدقه يا بيه. انا هاخد رشوه ليه بس؟ انا لا عملت حاجه غلط ولا اتطلب مني ان انا اعمل حاجه غلط. قلت لحضرتك اكراميه ما نفعش، تبقى صدقه. وعلى فكره مش انا بس اللي عايش على الصدقه اللي بالنوع ده. كتير قوي من زمايلي عايشين عليها وبيتنشقوا عليها كمان. انا شغال موظف بقالي 10 سنين وعندي 4 عيال كلهم في المدارس. احسب بقى اكلهم وشربهم وتعليمهم ومواصلاتهم، كل ده ب 300 جنيه. 300 جنيه تمن اكله كباب ياكلوها نفرين ويقوموا جعانين كمان. مره حسبت الماهيه بالدولار طلع 52 دولار. اهبل مين اللي يصدق ان في مواطن عايش هو ومراته واربع عيال وفاتوره كهرباء ب 150 جنيه وعايش بالماهيه بتاعته دي؟ سعاده البيه احنا عايشين بالعافيه، يا اما بالسرقه يا اما بالصدقه. وانا بقى من بتوع الصدقه. رجب
انت عارف ان القانون قانون. على راسي يا بيه ما قلناش حاجه. هو القانون ده بيوصل لايه؟ مش للعدل؟ انا مش طالب غير العدل. رجب، تحت امرك يا بيه. انت خدت ال 1000 جنيه اثناء تاديه عملك الرسمي؟ لا يا بيه، انا خدت ال 1000 جنيه الصدقه بعد انتهاء اوقات العمل الرسمي. طب اشرح لي ازاي خارج اوقات العمل الرسمي؟ انا اقول لحضرتك، واحنا شغالين ديليفري خارج المكتب، اول ما افتح دفتر الشهر العقاري واقوم باجراءات التوثيق انا كده داخل اوقات العمل الرسميه. اول ما اقوم باجراءات التوثيق واقفل الدفتر بقيت خارج اوقات العمل الرسميه، وابقى حر اعمل اللي انا عايزه. ان شاء الله مش هبيع مناديل ورق في الشارع. كل شيخ وليه طريقه سعاده البيه، وانا احب اساعد الناس بطريقتي. وايه هي بقى طريقتك يا استاذ فؤاد؟ طريقه التوصيل المباشر. اي حد محتاج يد المساعده امد له ايدي على طول، وده اللي حصل مع سطوحي. ما عنديش اي حاجه غلط في شغلي معاه عشان اديله رشوه. استاذ فؤاد، احنا خلصنا خلاص من موضوع سطوحي ده، احنا دلوقتي في موضوع صاحبك الاولاني. اذا كان الاب غير مسؤول عن افعال ولاده، انا هبقى مسؤول عن افعال اصحابي؟ عمره ما خد منك اي حاجه؟ هديه مثلا؟ هدايا راس السنه. نوعها ايه بقى هدايا راس السنه دي؟ بتختلف سعادتك. ممكن تشرح لنا نوع الاختلاف بيكون في ايه بالظبط؟ يعني هي تبتدي بالاجندات والمفكرات، وبعدين تكبر شويه حسب المستوى لغايه ما توصل للشنطه. اشرح لي بقى يا استاذ فؤاد ايه الشنطه دي عشان عايز افهم. شنطه اوراق محترمه جدا، ماركه مشهوره ومليانه. مليانه؟ ايوه مليانه. مليانه ايه؟ محتويات الشنطه ايه؟ طقم اقلام ذهب، ساعه يد فاخره، تليفون محمول احدث موديل، كرافتتين سينيه على شويه برفانات، المهم تبقى مليانه عشان لما تتفتح تفرح. وهي دي برضو بقى اسمها هديه راس السنه؟ طبعا طبعا. ازاي بس يا استاذ فؤاد؟ ما هو برضو بيبقى فيها مفكره نتيجه العام الجديد، كل عام وانتم بخير. طب الشنطه اللي من النوع ده تكلفتها بتبقى قد ايه؟ من 50 ل 100,000. ياه، دي شنطه رخيصه حضرتك. الرخيصه 50,000؟ امال الغاليه بكام؟ من مليون وحضرتك طالع، مجوهرات بقى. وانت عملت له شنطه؟ لا، بس عشان كلامي يكون مظبوط اتبعتت له شنطه زيه وزي غيره. ده انت بتبعت شنط كتيره بقى على كده. حضرتك عارف ان انا عندي اصدقاء كتير، بس انا ما زودتش ابدا عن 25 شنطه في السنه. طب سؤال. تحت امرك. اذا كانت هديه راس السنه الجديده الصغيره بتاعتها ب 100,000 والكبيره بمليون واكتر، الرشوه بقى، الرشوه اللي بجد، الصغيره بتاعتها بكام والكبيره بتاعتها بكام؟ حضرتك اسال حد بيدفع رشوه. نعم، اسال حد بيدفع رشوه. امال الشنطه العجيبه اللي انت بتقول عليها دي تسميها ايه؟ انت ما سمعتش عن رئيس الوزراء اللي قدم استقالته عشان اخذ هديه قيمتها 20 دولار؟ رئيس الوزراء في مصر عمل كده؟ بقول لك 20 دولار، يعني مش هنا. مع ان الدولار هنا يعني. سلوا بلادهم كده سعاده البيه، واحنا سلوا بلدنا كده، تقاليد عندنا، لكن رشوه لا.